بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. هذه حلقة استثنائية من برنامج بهدوء، لأنه الحدث يفرض نفسه. المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو لاعب رئيسي منذ يوم 11 فبراير 2011 في أحداث البلاد، ومن هنا أيضا كانت له مسؤولياته السياسية في إدارة شؤون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والحفاظ على أمن مصر في الداخل وعلى الحدود المصرية. اليوم أصبح هناك رئيس مصري منتخب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة شهد بها العالم كله. السؤال المطروح هو كيف سيتم التسليم والتسلم للسلطة؟ هل ستتم كاملة في موعدها غير منقوصة؟ ما هي علاقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بالرئيس الجديد؟ ما هي أجندة المرحلة المقبلة حسب الإعلان الدستوري المكمل؟ وما هي مواقف ورؤى بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يختص بالمشهد السياسي؟ ماذا حدث قبل الانتخابات الرئاسية، أثناء الانتخابات الرئاسية، وصورة المستقبل؟ دون إطالة يهمني أن أبدأ معكم هذا الحوار على الهواء مباشرة مع ضيفين عزيزين. الضيف الأول سيادة اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بحضرتك سيدي، سعيد بوجودك معايا. وسيادة اللواء محمد حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أهلا بك سيدي. أهلا بك. يمكن السؤال الأول أنه قبل ما أبتدي أطرحه، بس كنت أحب أقول نقطة، أنه أرجو أن تتحملوني ويكون عندي يعني ما يشفع لي من أنني أريد استجلاء الحقيقة، وأنه بعض الأسئلة التي أطرحها قد لا تكون بالضرورة معبرة عن وجهة نظري، لكن دوري أن أنا محمل بأسئلة الناس سواء في الشارع أو على المواقع التفاعلية. فمن هنا بنقول لكم الرؤى والأفكار، وأكون يعني ممتن لحضراتكم أنه يكون عندكم هذا الصبر الشديد على الإجابة على كل الأسئلة مهما كانت شديدة الوطأة، لكن طبعا هيكون ذلك بكل الاحترافية الممكنة. احنا جايين مخصوص عشان نجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن تصار بواسطة الشعب المصري كله، لأن احنا مقدرين حساسية خطورة المرحلة اللي بتعيشها مصر حاليا، اللي بتستلزم ان كل الحقائق تبقى متاحة لشعبنا العظيم، وكل واحد يبقى مطمئن لان البلد بتشهد يعني احداث تاريخية يعني، واحداث كبيرة جدا ومتلاحقة وتحديات كبيرة بتقابل البلد في كل خطوة من الخطوات. وبالتالي إجابتنا على الأسئلة بتاعت حضرتك دي إحنا جايين مخصوص عشان كده، عشان نوضح كل شيء، ما عندناش حاجة نخبيها، كل الحقائق هنوضحها تماما، وإن شاء الله نتمنى أن في نهاية الحلقة نكون أجبنا على كل أسئلة واستفسارات الشعب المصري. يعني خدنا منكم عهد الأمان إن شاء الله هتتحملون. طيب السؤال الأول، وبرضو هنا ما يكونش فيه أي حساسية، ممكن السؤال اللي بيرى أنه هو ممكن يفيد فيه أكتر أو يضيف فيه، ما فيش أي مشكلة من هذا الموضوع، لأن الهدف هو إجلاء الحقيقة. بالضبط. السؤال الأول، ست اللواء العصار، حضرتك وأعتقد ست اللواء حجازي كنتوا حاضرين في اللقاء الأول الذي تم بين السيد الرئيس محمد مرسي الرئيس المنتخب في لقائه مع سيادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام، وبحضور حضراتكم. كيف كانت أجواء هذا اللقاء؟ لأن احنا بس شفنا صور وابتسامات لكن مش عارفين إيه اللي حصل. أنا الحقيقة قبل ما أجاوب لحضرتك على السؤال ده، يهمني أن أنا يعني ألقي الضوء على نقطة مهمة جدا. هل مصر قبل كده في تاريخها كله اللي يعني مر عليه آلاف السنين سبق أنها انتخبت رئيس؟ لم يحدث أن مصر انتخبت رئيس، ودي لحظة تاريخية في مصر أن مصر تنتخب رئيس
بإرادة حرة وبانتخابات حرة ونزيهة وشفافة شهد لها العالم كله. وبالتالي الرئيس اللي جاء عبر هذه الانتخابات يعني بيعتبر يعني نتيجة مرحلة مهمة جدا، هو السيد الرئيس الدكتور محمود مرسي شرف المجلس الأعلى واجتمع بالسيد رئيس مجلس الأعلى ثم ببعض أعضاء المجلس اللي كانوا موجودين، لأن في بعض الأعضاء كانوا في اللي هم قادة التشكيلات التعبوية اللي في سيدي براني واللي في الإسماعيلية واللي في السويس وفي أسيوط واسكندرية، دول طبعا لضيق الوقت ما تيسرش ان هم يجوا، انما الأعضاء اللي كانوا موجودين في القاهرة كلهم حضروا. كان لقاء طيب جدا، سادوا الاحترام المتبادل والود والتقدير. السيد رئيس المجلس الأعلى وأعضاء المجلس كلنا هنينا سيادته بفوزه بهذا المنصب الرفيع وتمنينا له التوفيق، ويعني أعلننا أن احنا على استعداد دائم أن احنا ندعم مصر وندعم رئيس مصر، وهي دي سمة القوات المسلحة، أنها يعني مستعدة دائما لبذل كل الجهد حتى يعني تنال مصر مكانها بين الأمم وتبدأ نهضة بهذه الفترة الرئاسية. والسيد الرئيس برضو كان بدوره يعني أعلن تقديره الكامل للمجلس وتقديره لدور المجلس في إدارة أمور البلاد منذ تسلم المسؤولية يوم مساء 11 فبراير، وأن المجلس أدار البلاد بشكل يعني وصل البلاد إلى نتيجة طيبة، أن تمت الانتخابات الرئاسية وفي وسط تحديات كبيرة قابلناها، وده بيدل، المقابلة دي بتدل على أن روح طيبة جداً بين السيد الرئيس المنتخب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإن احنا كلنا في مركب واحدة وكلنا عايزين الخير لبلدنا وكلنا هنتعاون حتى تعبر مصر هذه اللحظات وحتى تصل مصر إلى بر الأمان إن شاء الله. ما كانش في كلام حوالين يعني خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ما كانش في كلام في نقط محددة، ولا كانت هي تقريبا زيارة مجاملة يعني؟ لا، هي يعني الكلام كلام عام عن يعني تقدير متبادل واحترام متبادل، ودي الأساس في العلاقة، يعني بنبدأ يعني علاقة بشكل طيب جدا واحترام متبادل واستعداد للمشاركة لصالح الوطن، ويعني انما بدون دخول في التفاصيل. سيادة اللواء، السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس المنتخب هو كان رئيس حزب الحرية والعدالة ومن أقطاب جماعة الإخوان قبل أن يؤسس الحزب، هل كان هو يعني في علاقات سابقة أو في حوارات سابقة كان بيحضر الاجتماعات اللي هي بتكون مع المجلس الأعلى؟ يعني هل في خبرة تعامل سابقة، علاقات إنسانية سابقة، معرفة سياسية سابقة؟ طبعا احنا المجلس منذ بدأنا ونحن على اتصال بكل القوى السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة، كان في اجتماعات كثيرة حضرها سيادته في إطار الاجتماع اللي كان بيشمل رؤساء الأحزاب. في بعض الاجتماعات كان كل رؤساء الأحزاب بيحضروا، في بعض اجتماعات أخرى كان الأحزاب الرئيسية وكان طبعا من ضمنها الحرية والعدالة، فيعني تقابلنا كثيرا في إطار هذه الاجتماعات وكان بيدور بيننا وبين بعض حوارات طيبة ومثمرة، وكان تعاون طيب ومثمر طوال الفترة اللي فاتت. طب مدام تعاون طيب ومثمر، السؤال لسيادة اللواء محمود حجازي، ليه دايما كان الكلام في الشهور الأخيرة عن توتر العلاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى قبل ما نوصل لموضوع الرئاسة؟
يعني هو حضرتك طبعا بتتكلم عن كلام عن توتر علاقة بين المجلس الأعلى والجماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. ودايما احنا بنعاني فعلا في مشكلة مشكلة كبيرة في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، من ان في ناس بتبني يعني قصص على افتراضات. من المؤكد ان الحزب له اهداف وعايز يحققها، ومن المؤكد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه بحكم امانه المسؤوليه اللي كانت ملقاه على عاتقه وخريطه الطريق اللي هو وضعها والتزم بيها، بعض الحاجات كانت بتتفق مع القوى السياسيه بصفه عامه ومنها حزب الحريه والعداله، وبعض الحاجات كانت ممكن توقف عائق امام احد القوى السياسيه عشان تحقق اهدافها. من هنا كان بيحصل الجدل من معظم القوى السياسيه بما فيها الحريه والعداله ضد خارطه الطريق او التخطيط والتصور اللي حطه المجلس الاعلى لاستكمال هذه المرحلة. في من هو استنتج هذا الموضوع على ان يبني يا اما علاقة توتر احيانا، يا اما صفقات احيانا، يا اما اتفاق احيانا، وكل الكلام ده بمنتهى الامانة فعلا عاري تماما عن اي صحة. احنا كان اللي بيحكم تصرف المجلس هي خريطة الطريق ومصلحة البلد، ولم يرى اي شيء غير هذا. اللي كان بيحكم اكيد تحركات القوى السياسيه قد تكون مصالح الفئه او الحزب او البعض فسر هذا الموضوع احيانا الى توتر في العلاقه، واحيانا الى توافق، واحيانا الى صفقات، وكل ده بمنتهى الامانه اللي في الدنيا لم ملوش رصيد من الحقيقه عشان نبني عليها هذا الموضوع. انما كان يمكن ان يكون خلاف يعني في الرؤى لتحقيق الأهداف، وده اللي كان بيترجم على الواقع على أنه أحيانا يكون في توتر غير مبني على حقيقة أو صفقة برضو غير مبنية على حقيقة. إحنا خريطة الطريق اللي حطيناها كنا من الأول لا نرى فيها غير مصلحة هذا الوطن، ولا ننحاز فيه إلا لعموم الشعب المصري، وما زالت منذ أن بدأنا وحتى الآن. يوم انعقاد الجولة الثانية من انتخابات الإعادة اللي هي صف فيها الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، عند يعني صباح هذا اليوم كيف كانت علاقة المجلس الأعلى بالدكتور مرسي وبالفريق شفيق؟ يعني يوم ما اتفتحت لجان التصويت، هل كان في أي علاقات، في أي حوارات، أي قنوات خلفية موجودة؟ والله أنا بشكر حضرتك على السؤال فعلا يعني. إنما أنا عشان يعني نوصل لليوم ده حضرتك بيتي، مبدئيا هما الاثنين كانوا مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لجمهورية مصر العربية. إحنا كنا كل اللي احنا نجحنا فيه ونجحنا فيه منذ فتره، واديني فرصه ان انا اتكلم فيه، ان احنا نجنب الاهواء الشخصيه، نجنب نبقى حياديين جدا في رؤيتنا، نعلي من اراده الشعب. يعني ايه نجنب الاهواء الشخصيه لو تشرح لي؟ يعني انا اشوف احمد يعني زي محمد، زي علي، زي اسماعيل، اللي هيحكم لي فيه هو اراده الشعب. ده المقصود. ان احنا الكلام ده لو تسمح لي حضرتك، المجلس الاعلى للقوات المسلحه لم يتغير منذ 25 يناير وحتى جوله الاعاده ونتيجه انتخابات الرئاسه، هم نفس الافراد. لو احنا يعني الموضوع ده متلخبطين فيه كنا ممكن بدري قوي قوي يعني خلق مشاكل. يعني ما كانش عندك، عفوا للمقاطعه، ما كانش عندك كمجلس اعلى مرشح مفضل؟ لا، يوم الانتخابات، يوم الإعادة. السؤال برضو للست اللي هو العصار، أنا أقول لحضرتك كانش عندك مرشح مفضل؟ أنا أقول بمنتهى الوضوح والصراحة، المجلس يعني كنا بنقول كتير قوي نحن على مسافة واحدة، وده يعني مقصود بها قولا وفعلا. المجلس أبدا لم يكن له مرشح مفضل، وإحنا تعهدنا بأن احنا ندير انتخابات حرة ونزيهة وشفافة،
ولا نكون حائل أبدا بين الشعب وإرادته. اللي الشعب هيعوزه هو ده كان شعورنا يوم الانتخابات دي ويوم الانتخابات الأولانية الجولة الأولى ويوم الانتخابات البرلمانية سواء للشعب أو للشورى. لم نتدخل أبدا لصالح أحد أو ضد أحد. إحنا يعني بعد ثورة 25 يناير وبعد الممارسات اللي مارست على هذا الشعب خلال السنوات العقود الماضية والتزوير اللي كان بيشوب الانتخابات سواء كانت بشكل أو بآخر وكان يعني لا داعي لتكرارها دلوقتي، إنما يعني كان هو ده عهدنا لشعبنا إن إحنا أبدا ما نبقاش مع حد ولا ضد حد. آه صحيح، فيه يعني السيد الفريق أحمد شفيق ده ابن المؤسسة وله علاقات بينا جميعا، إنما ده لا يعني أبدا إن إحنا نكون معاه أو ضد المرشح الآخر. الاثنين مصريين، الاثنين استوفوا شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي الاثنين مؤهلين أن يكون أحدهم هو رئيس الجمهورية، ولا دخل لنا أبدا ولا بشكل مباشر أو غير مباشر إن إحنا ندي فرصة لواحد على حساب التاني أبدا. إحنا بس إحنا كنا قارين المشهد. لو حضرتك مش بتشوف إن ده موقف يبدو للبعض مثالي وانضباطي للغاية، يعني يصعب في هذا الزمن إن حد يقدر يقبله، يعني إنه لا يعني بعد ثورة 25 يناير وبعد الشعب ما طلع وصار على ممارسات، من الصعب قبول تكرار الممارسات دي أبدا. يعني هل يعقل إن بعد ثورة 25 يناير والشعب والجيش اللي واقف مع الثورة دي من أول يوم، وطبعا مش عايز أكرر موقفه إيه في يناير وفي فبراير قبل حتى يعني رحيل الرئيس السابق، إنما الجيش اللي خد المبادئ دي كلها والمجلس الأعلى اللي خد الخطوات الجريئة دي لصالح الشعب أبدا لا يقدم على تزييف إرادة الشعب أبدا. بصرف النظر بقى ده ابن المؤسسة، ده مش ابن، ده مصري وده مصري. أنا جاي لك عشان كده، عشان أنا ضميري أنبني أن أنا يعني ما اديتكش فرصة أنك تكمل. تفضل. يعني أنا كنت عايز أقول أن أعضاء المجلس هم نفس أعضاء المجلس منذ 25 يناير وحتى الآن، يعني ومر عليهم مواقف كتير قوي قوي قوي. المواقف دي لو هم ما قدروش منذ اللحظة الأولى أن هم يقدروا صح ويقرروا ان هم ينحازوا الى اراده الشعب، كان هيحصل يعني اخطاء وحاجات كتير جدا. انما المفروض الشعب يثق تماما ان هذه المؤسسه وهؤلاء الرجال منذ يوم 28 يناير قرروا الانحياز للشعب. حتى لو كنا متشككين نشوف، لو نسترجع بس المواقف اللي خدها المجلس منذ هذا اليوم نحس انه في ذروه ما كان المفروض يفكر انحاز لإرادة الشعب، وانحاز لإرادة الشعب في وجود يعني الرئيس السابق يوم البيان الشهير بتاع يوم 1 فبراير قبل التنحب أو بعشرة أيام أعلن أنه يتفهم وأن التظاهر مشروع وأنه لن يستخدم نيران. ده انحياز واضح لإرادة الشعب. ثم نتيجة الاستفتاء خطط وأمن ونفذ وانحاز لإرادة الشعب. ثم مجلس الشعب، لو حضرتك تسترجع الأحداث اللي كانت قبل مجلس الشعب على طول كانت بتقول إنه مستحيل إن مجلس الشعب يتنفذ، إنما خطط وأمن ونفذ وانحاز لإرادة الشعب. ثم الانتخابات الرئاسية الأخيرة دخل 13 مرشح كانوا كلهم بالنسبة لنا 13 مرشح استوفوا الشروط اللي يقول الصندوق. أفرز الصندوق 2 المرشحين كانوا بالنسبة لنا 2 مرشحين، أي اللي يختار الشعب هو هيبقى رئيس الدولة. المؤسسة المنضبطة دي بحكم انضباطها هتدعم إرادة الشعب وتدعم الرئيس الذي يختاره الشعب ويعلن كما هو. خليني هنا أسأل حضرتك سؤال. فضل. الانتخابات هو عمل سياسي بالضرورة. نعم. وسواء أردته أو ما أردتوش
إدارة شؤون البلاد هو عمل سياسي، وأنتم بشر ولكم مصالح ولكم أهواء. هل ما حصلش أي اجتماع داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما وصلتم لمرحلة الإعادة ماذا سيكون الموقف إذا فاز ألف أو فاز باء، وما حصلش تبادل نقاش إيه الموقف اللي هيحكمنا في هذه الانتخابات، وهل ما حصلش تبادل نقاش هل هناك مرشح مفضل ولا لا؟ يعني أنت في وسط معركة سياسية بامتياز مالكش موقف سياسي فيها؟ الموقف السياسي اللي المجلس انحاز ليه واللي احنا يعني كمجلس شفنا فيه نجاح للدولة ان نحتكم فيها الى ارادة الشعب. وهذا الموضوع انا يعني برضو للمرة التانية بشكر حضرتك على اثارته، لانه اثير حواليه جدل كبير جدا فهم. جدا يعني وانا ارجو طبعا ما فيش ما يدعو ان انا اقول حاجة غير الحقيقة. هذا المجلس كان ينظر إلى الاثنين مرشحين نظرة واحدة، اللي هيتحكم مين هو الرئيس الجاي هو الصندوق، واللي هيتحكم فيه هو إرادة هذا الشعب. ولم يعني 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 أثناء أي لقاءات لم يتداول غير لا يستطيع أحد أن يزور إرادة الشعب، لأن احنا أمام لحظة تاريخية، وتزوير إرادة الشعب تعني خطر تاريخي في مرحلة حرجة. احنا ما عندناش استعداد ان احنا نتحمل هذا الخطر ولا تبعات هذا الخطر، وعشان كده هذا الموضوع ترك تماما لإرادة الشعب ولقرار اللجنة العليا للانتخابات. واختيار اللجنة كان بيقول عشان تبقى لجنة قضائية، وهذه اللجنة أنا طبعا يعني بنتهز هذه الفرصة وأحييها على الأداء المهني الحرفي اللي أذهل العالم كله، اختارت يعني بحثت هذا الموضوع بمنتهى الحيادية دون أدنى تدخل على أي مستوى من أي فرد، وأعلنت النتيجة من الفائز. وانا عارف ان في ناس مش قادره تقتنع ولا قادره تصدق. انا كان سؤالي يوم ما اعلنت النتيجه وانتم موجودين في المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولو حتى قبلها بعشر دقائق ما كنتوش عارفين النتيجه، يعني استمعتم اليها مثل بقيه الشعب؟ انا مش متعود اقسم كتير، ولكن اقسم بالله العظيم نحن لم نعلم الفائز بانتخابات الرئاسه غير من التلفزيون داخل المجلس، ولم يتم اتصالات ولا اي حاجه. وانا انا سعيدا استمعت للمستشار حاتم بجاتو، هو بيؤكد في كل وسائل انه لم يتم الاتصال على اي مستوى، ولم يتم ضغوط من اي مستوى، حتى ان احد الاعلاميين البارزين يعني، وده برضه موضوع مش عارف يعني 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 قال ان انا مش هصدق حتى لو حلفت لي. يعني طب ده موضوع يجب موروث عدم الثقه اللي ورثناه على سنين كتير، ده يجب ان ينتهي بعد ثوره 25 يناير. الموروث الرهيب ان احنا متشككين دايما انه في ضغوط وفي اتصالات وفي حاجات من تحت. لا، انا بأؤكد لحضرتك اننا علمنا بمن هو رئيس الجمهورية الفائز من التلفزيون في لحظة إذاعة الخبر، وعلى جميع المستويات اللي كان موجودة، والمجلس كان منعقد ساعتها والكلام ده بيتم ولا احد كان يعلم النتيجة. الكلام عن صفقة، الكلام عن تفاوض، الكلام عن موائمة سياسية، كل هذا كلام ليس له أساس من الصحة. وأتحدى من خلال هذا البرنامج أن يثبت أي أحد عكس الكلام اللي أنا بقوله ده. هذا ليس كان محل تفاوض ولا محل موائمة ولا محل أي شيء، وكان هذا متروك للجنة العليا للانتخابات لتعمل ما يمليه عليه ضميرها لتحقق إرادة الشعب المصري. هل هنا دروس مستفادة؟ نعم، الشعب يستفيد من هذا الموضوع ويتعلم ان صوته هو اللي هيجيب الرئيس اللي جاي، ودي تجربة الديمقراطية. فاللي انتخب يشوف هو انتخب صح ولا انتخب غلط، واختار على معايير مظبوطة ولا لا. اللي أبطل صوته يشوف كان قراره صح ولا غلط. اللي تأخر ما راحش الانتخابات، ودول 50% من القوة التصويتية، تراجع نفسها، لأن الناس دي ليها
دور في اختيار الرئيس الجمهورية وفي أي اختيارات بعد كده. وهذه ليست أول انتخابات ولا آخر انتخابات، إنما لو خرجنا منها بتجربة للشعب كله والكتلة التصويتية أن تعلم وتتأكد إن هي في من خلال الممارسة الديمقراطية هي اللي هتجيب عضو مجلس الشعب وهي اللي هتجيب رئيس الجمهورية، فكل واحد يعلي من قيمة نفسه ويختار صح وينزل طيب. في الدور اللي قاله صفقة، وأنتوا بالتأكيد تشعروا بضيق شديد جدا، وأيضا هذا أيضا يمكن يكون فيه مساس بقدسية وأمانة وشرف القضاء الأجلاء واللجنة التي أدارت هذه الانتخابات، لكن دائما بيبقى مفيد أنه أي أمر بيتقال أنه يطرح بشكل شفاف ويناقش. فلو تأذنوا لي أقول لكم اللي قالوا صفقة بنوها على إيه، وهذه فرصة أمامكم أن أنتوا تردوا على هذا الموضوع، ويترك للرأي العام أن هو يتكلم عن هذا الموضوع. سيدي، بس تديني دقيقتين حضرتك وست اللي هو عشان أبني الاستراكشر أو أبني البناء اللي هو قامت عليه فكرة الصفقة أو ما يدعون أنها صفقة، عشان أبقى دقيق. أنه لو تذكروا في يناير وفبراير عند الثورة كانت هناك اتصالات قوية ما بين قناة البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة الدفاع المصرية، وكان وزير الدفاع الأمريكي حينئذ يرى أنه أفضل قناة من الممكن الحديث إليها بسبب العلاقة التقليدية بين الطرفين كانت وزارة الدفاع، وكان المشير محمد حسين طنطاوي. ثم حينما حدثت أزمة موضوع السفارة والمجتمع المدني كانت هناك أيضا اتصالات ما بين البنتاغون والقائد العام للقوات المسلحة. ثم أزيع هنا وهنا عشان ما بقاش بقول كلام من عندي، إنه هو أعربت وزارة الدفاع البنتاغون يوم الاثنين اللي هو قبل الانتخابات عن قلقها إزاء الصلاحيات الجديدة التي منحها المجلس العسكري لنفسه، سواء فيما يتعلق بالسلطة التشريعية أو سلطة وضع الموازنة العامة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون ليتن ينتبنا قلق عميق إزاء الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة بما فيها توقيت الإعلان مع غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ثم جاء السيناتور ليهي المعروف طبعا لديكم في الكونغرس الأمريكي، وقال أنه سيتم ربط ذلك بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وأنه مصر هتكون تحت الميكروسكوب ويتم ربط السلوك الديمقراطي في مصر. ثم نشرت الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والجارديان والديلي تلغراف مقالات كلها تتحدث عن أنه الجيش أو المؤسسة العسكرية تميل إلى المرشح الذي ينتمي إليها، وأنه هي تتدخل في شكل الانتخابات في هذا الموضوع. أصحاب نظرية أنه الصفقة أنه في 72 ساعة أو 48 ساعة كانت خطيرة في مستقبل مصر، حدث فيها ضغوط من قبل الأمريكان أدت إلى ظهور النتيجة على هذه الشكل. دي الكيس، هذه هي القضية اللي بيبني عليها الناس. وفي الحالة دي بيقولوا أنه عفوا وما تزعلوش مني أنه الفريق شفيق اتباع. طب هتقول لي طب هما اللي بيبنوا النظرية دي بنوها على ايه؟ بنوها على انه اذا جاءت جماعة الاخوان فان هناك ضمانات دولية موجودة، ضمانات اقليمية موجودة، تركية موجودة، انه تكون العلاقة بكل الامور العالقة ما بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومستقبل المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان يتم ترتيبها مقابل انه زي ما الارض مقابل السلام، فيبقى الرئاسة مقابل خروج المؤسسة العسكرية بشكل امن وتسير الامور بشكل جيد، واتفق ذلك مع المصلحة الامريكية اللي هي قررت ان هي تتوقف عن الرهان في العالم العربي كله عن الجنرالات وتذهب الى الرهان على العمائم. ده اللي بيتقال، عندكم كل الوقت انكم تردوا على هذا الكلام.
هو اسمح لي ان انا يعني كويس ان انت حضرتك عرضت الموضوع بشكل شامل ومتكامل عشان نقدر نرد على ما يشاع وما ما يقال في هذا الموضوع. ويعني احنا انا واللواء محمود هنشترك يعني بعد اذن حضرتك في الاجابه، لان طبعا سؤال كبير ويهمنا ان لكن خطير يا فندم. خطير طبعا مش عايزه كلام. هو السؤال ده فيه يعني ما يجرحنا كمؤسسة عسكرية. أنا آسف إذا كان في لا يعني أنا مش السؤال مش حضرتك يعني لا ما يحتويه السؤال. يشمل جرح للمؤسسة العسكرية التي يعني إحنا تربينا على الشرف والأمانة ويعني المبادئ العسكرية دي يعني كلها نبل وتضحية بالروح في لصالح البلد. فلا يمكن المؤسسة العسكرية دي تخون أو يعني بالشكل ده الصفقة عشان نغير نتيجة انتخابات نتيجة ضغوط أمريكية لصالح مرشح ضد آخر. يعني عملية غير مقبولة بالمرة. لا للمؤسسة العسكرية أن تقوم بهذا الدور. ويعني إحنا أمريكا تهتم بما يجري في مصر، لأن مصر دولة محورية وتؤثر على المنطقة وعلى العالم ولها أهمية استراتيجية بالنسبة لأمريكا والمجتمع الدولي بالكامل، هذا لا ينكره أحد. يعني وده يمكن محل فخر لكل مصري أن بلده محل اهتمام الجميع. وبنشوف وبالذات بعد ثورة 25 يناير كل حدث بيحصل فيه ردود فعل عالمية سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في العالم كله. ودي حاجة طبيعية ويعني دي بتشعرنا زي ما قلت بالفخر. إنما الضغوط ما أبدا ما فيش ضغوط تؤثر على القرار، وما فيش أصلا قرار يصدر من المجلس بتزوير انتخابات. ده يعني إهانة للمؤسسة العسكرية إن حد يظن إن في ضغط جاء من الخارج. عشان يا ريت توضح لي نقطة، لما كان مثلا وزير الدفاع الأمريكي في المحادثات الأخيرة يتصل بالمشير طنطاوي، هو بيتصل بيسأل على إيه؟ المشير طنطاوي بيبقى إجاباته إيه يا فندم؟ يا ريت توضح لنا ده. إجاباته هو بيسأل على إيه الأوضاع يعني الانتخابات ماشية إزاي؟ مثلا يعني في مرة ليه الانتخابات النتيجة بتاعتها متأخرة؟ بيتوضح له إن دي حاجة لجنة قضائية على أعلى مستوى بتشوف الطعون بتبحثها بشكل لا نتدخل أبدا في شغلها ولا نحن عارفين تفاصيل شغلها إيه. لكن فهمك لحقيقة شخصية المشير طنطاوي أو المجلس الأعلى أنه لو كان الحوار يحتوي أي شيء يشبه ضغوط مباشرة أو تهديدات لا يمكن قبولها. لا يمكن قبولها. ويعني قبل شخصية سيادة المشير لا شخصية السائل أو المتحدث، لأن هو يعلم تماما أنه لا يليق لوزير دفاع الولايات المتحدة أن يتكلم مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر والمسؤول عن البلاد ويمارس عليه ضغوط. ده غير متصورة. لأن العلاقة موجودة من قبل كده. ويعني أولا مصر دولة ذات سيادة، ويعني أنا مش عايز أقول ومش عايز أزيع أسرار، القوات مسلحة من قبل 25 يناير، والكلام ده يعني حضرتك تقدر ترجع له في وثائق الويكيليكس وما صدر هنا من السفارة الأمريكية في القاهرة لوزارة الخارجية الأمريكية اللي هي تسرب بواسطة الويكيليكس دي وقالوا إيه عن شخصية المشير حسين طنطاوي وكيف أنه رجل وطني ولا يقبل إلى حد وصفوه بأنه يعرقل بعض النقط في العلاقات النقط اللي هي إيه اللي هي ليها علاقة بالسيادة بالنسبة للتسهيلات. يبقى معنى كده الناس اللي عارفة كده وسجلت هذا الكلام في وثائقها هتطلب حاجة يعني غلط بالشكل ده. ده جزء. الجزء الثاني بقى، هل اللجنة القضائية دي اللي بتشمل رموز القضاء في مصر رئيسها ورئيس المحكمة الدستورية ومعاه نائب رئيس المحكمة الدستورية اللي أصبح حاليا رئيس المحكمة الدستورية ومعاه رئيس محكمة استئناف القاهرة ومعاه رموز القضاء في مصر
في المجلس الدولة، وهل دول يعني حد يتصور ان حد يملي عليهم ان نتيجة واحد فيها ناجح وحد يقول لهم غيروا النتيجة لواحد تاني؟ يعني دي الإشاعة دي يعني إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإهانة للقضاء المصري. أنت تعرف حضرتك كويس طبعا بعد ثورة 25 يناير أن القوانين بتاعة الانتخابات اتغيرت، سواء الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، وأصبح اللجان المشرفة على هذه الانتخابات لجان قضائية بنسبة 100%. كانت قبل كده، قبل الثورة، كانت لجان فيها شخصيات عامة، مع احترامي طبعا للشخصيات العامة، إنما لما تكون قضائية بنسبة 100% يبقى حكمها زي حكم المحكمة بالضبط. ولما تكون اللجنة بتاعة الانتخابات الرئاسية بتشمل رموز القضاء المصري كله، محدش أبدا يتصور إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدم على خطوة زي دي. هو من حيث المبدأ مش هاخدها، ولو افترضنا جدلا انه خد الخطوه دي، لا يمكن اللجنه اللي بتشمل رموز القضاء انها تستجيب لحاجه زي كده. طب انا عايز اروح لاكتر من كده، يعني هل الخمسه الاعضاء اللجنه دول هم اللي بيشتغلوا لوحدهم؟ معاهم امانه فنيه، فيها قضاه وفيها معاونين، هل كل المجموعه دي تستطيع ان تكتم سر زي ده، ان انتخابات الرئاسيه بتاعت مصر اتزورت من واحد الى واحد تاني؟ هل يتصور كده؟ يعني لو حصل حاجه زي كده والخمسه دول كتموا السر وخدوا القرار وكتموا السر، اللي حواليهم اللي كتب النتائج وكان بيسجل الطعون وبيسجل القرارات، مش هيطلع ويقول في يوم من الايام؟ ما يعني هل المجموعه دي ما تخشاش؟ يعني احنا واثقين ان هم ده القضاء المصري الشامخ اللي هو يعني بيحكم باسم الشعب، هل ما يخشوش ان الكلام ده يتسرب؟ الكلام طلع كتير، قالوا الحرس الجمهوري راح لبيت الفريق احمد شفيق قبل اعلان النتيجة، وقالوا ان اعضاء اللجنة اختلفوا، قالوا كلام كتير، انما يعني مش كل ما يقال، يعني الكلام ده يعني كلام غير مقبول بالمرة، غير مقبول ان يمارس ضغوط علينا، يعني وغير مقبول يعني ان احنا نصدر. يعني حضرتك بتقول لي انه نمره واحد مبدا الصفقه ما كانش وارد، نمره اتنين لم تتخذوا اي سلوك فيه اي تدخل في الانتخابات، ولم يمارس علينا ضغوط، ولم يمارس عليكم ضغوط، ولم تمارسوا ضغوطا على اللجنه القضائيه، واللجنه القضائيه هي محترمه بذاتها وليست طبعاً قابله لمثل هذه الضغوط، وانه انتم ما كانش عندكم مرشح مفضل خالص. وبالتالي فانتم لم تقوموا كما يقال ببيع الفريق شفيق اطلاقا لصالح الاخوان اطلاقا. هذا الكلام يعني انا عايز اوضح لحضرتك نقطه، احنا قبل النتيجه كنا بنتهم ان احنا مع مين؟ مع الاخوان. لا، مع الفريق شفيق، مع الفريق. عفوا. وبعد النتيجه اتهمنا ان احنا مع ضد الفريق. طب شفيق ازاي؟ يعني كيف تتم عكس المواقف بالشكل ده؟ ده دليل على ان كل الاتهامات دي باطله وزائفه، واللي اطلقها ناس لا يريدوا لهذا البلد الخير، وده كلام خطير لما يتسرب لظباطنا والجنودنا. ما ده كان سؤال يا فندم، يعني تأثير كثير من الأمور التي يتم ترديدها على تماسك القوات المسلحة ضباطا وجنودا من الداخل بيبقى شكله إيه؟ شكله خطير جدا، لأن الضابط ده، الضابط بيسمع لوسائل الإعلام، يعني الكلام ده بيتقال في وسائل الإعلام، حضرتك عارف بقى البرامج زي البرامج اللي بتاعت التوك شوز والكلام ده، والناس كلها قاعدة في البيوت بالليل، والضابط بيتفرج وأسرته وجيرانه وأصدقائه، اما يسمع حاجه زي كده ده كلام خطير. يبقى في شعور بالجرح، شعور بالاهانه. يعني ده ممكن يعني يعني المقصود بيها ان هو يتشكك في قياداته، رغم ان انا واثق ان القوات المسلحه كلها واثقه في قيادتها، انما الكلام بالشكل الممنهج ده طب هسالك سؤال صعب جدا، مثل هذه الحاجات ممكن ان هي تؤدي الى انقلاب؟ يعني في دول تانية، لو في اي دولة انت عمال طول الوقت تقول للمؤسسة العسكرية وللشباب اللي موجودين فيها وللضباط انه قيادتكم بتبيعكم، قيادتكم كذا، قيادتكم كذا، قيادتكم كذا،
لا احنا يعني انا لا اميل الى كلمة انقلاب، احنا واثقين في ضباطنا واثقين في قواتنا. ايوه لكن إنما يعمل قلاقل، يعمل بالضبط على الاقل ما في تشكيك وحتى يبقى في احباط او قلق في وسط. لمستم ده عندكم مؤشرات طبعا بده؟ طبعا كلام خطير. احنا في الايام الاخيره دي لا احنا يعني بنستشعر من الكلام ده انه لما يتسرب لظباطنا ولجنودنا ويشوفوا الكلام ده طبعا يعني على الاقل على الاقل هيشعروا بالاحباط ان القيادات بتاعتهم بتتهم اتهامات زي دي على الاقل، انما هم واثقين فينا. انا واثق من كده ومتاكد. واحنا هنا لازم نفهم طبيعه العلاقه ما بين القائد والمستوى الاقل. وطبعا القاده دايما في اتصالات مع ضباطهم الصغيرين وبيفهموهم من بالحقائق الامور دي سمه القوات المسلحه، انما الوضع ده مش مظبوط. طيب. وبيراد به الشر البلد. طيب. ست اللواء محمود حجازي بالتاكيد عنده كثير من النقاط. تسمح لي ست اللواء استغل كرمك واقول لك بعد الاستراحه الاعلانيه اعطيك الفرصه كامله عشان لا اقاطعك وتقدر حضرتك تعقب على ما قيل. بعد الاستراحه الاعلانيه تابعونا على الهواء مباشره. مرة أخرى نعود ونلتقي ليستمر الحوار مع اثنين من قادة القوات المسلحة المصرية، عضوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي. قبل الاستراحة الإعلانية كنا نناقش ما يتردد حول وجود صفقة شابت نتائج هذه الانتخابات وما يتردد أو ما قيل أو الادعاءات حول هذا الموضوع. ست اللواء العصار شرح وجهة نظره، الآن دور ست اللواء حجازي. تفضل سيدي. والله حقيقي يعني هو الموضوع ده استكمال للمسلسل اللي احنا بنقول فيه ان احنا عندنا موروث من عدم الثقة والتشكك تقريبا يعني مش قادرين نتخلص منه، وهو ده اللي مخلينا نبني حاجات كتير جدا جدا. انا لفت نظري ان حضرتك يعني من ضمن ما طرح في السؤال ان احنا تعرضنا لضغوط من الامريكان علشان نغير النتيجة، وده موضوع يعني 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 يقبله المنطق، يقبله الموقف الوطني للقوات المسلحة لان يهين القوات المسلحة. حضرتك قلت يقبل لا يقبل لا يقبل حضرتك قصدك لا يقبل لا يقبل انا بعتذر معلش. في اهانه شديده جدا لمؤسسه القضاء لانه برضو لا تقبل مثل هذا الكلام. يعني الحاجه الثانيه انه نحن كمجلس اعلى نعي متطلبات المرحله اللي احنا فيها دي، ونعي الدور التاريخي والتحول التاريخي اللي بتتحوله مصر، ونعي يعني أهمية أن يكون هذا التحول مبني على أسس جوهرها على الأقل إرادة الشعب المصري، وده موضوع راسخ لا يمكن حد يقدر يعني يتحرك فيه. وزي ما قلت لحضرتك أن هذا الدور التاريخي اللي احنا واعيين ليه كويس قوي، وهذا الإنحياز لإرادة الشعب ما هبطش علينا كده يعني دلوقتي فبنتكلم فيه وبناخد قرار ومتردين، لا ده موجود وحتى موجود قبل الثورة. يعني إذا نظر للممارسة السياسية اللي كان بيمثلها عندنا السيد رئيس المجلس دلوقتي، وده مدون في كل محاضر المجلس الوزراء اللي قبل كده، إن جميع الاعتراضات اللي هي كانت تخصه في المسائل اللي تمس الأمن القومي المصري مسجل للسيد رئيس المجلس الحالي انه في اثناء الوزارات السابقه كان بيعترض، وده موضوع مش عايزين ناخد فيه انما مسجل وموجود حتى في قضايا الفساد كبيره جدا وزواج المال بالسلطه كل ما كان يؤثر لان ده حاجات تخصه هو يعني كل ما كان يؤثر في الامن القومي المصري في وجود النظام السابق كان بيعترض وتقريبا ما بيسكتش او لا يهدأ حتى يتوقف هذا الاجراء اللي ممكن يؤثر الامن. طب سؤال ساذج،
حينما كان يقول سيادة المشير ذلك داخل مجلس الوزراء، وده مزبوط في مضابط، هل كان يعبر عن نفسه فقط أم يعبر عن رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة؟ هو في التوقيت ده كان يعبر عن المؤسسة اللي هو يعني مسؤول عنها، لأنه كان المؤسسة دي مهمتها تحافظ على الأمن القومي المصري. هو كان يرى أن مثل هذا النشاط أو الإجراء أو المشروع حتى لو كان واخد وجهة نظر اقتصادية يؤثر على الأمن القومي المصري، كان يعني بيرفع ويقول هذا لا يجوز لأنه يهدد الأمن القومي المصري اللي إحنا كقوات مسلحة مسؤول عنه. اللي بالتبعية المؤسسة دي اللي قعدت تتربى على الانضباط وعلى البلد وعلى الأمن، واللي لقاها الشعب المصري لما نزلت مؤسسة منضبطة يعني تنحاز لشعبها. ده موضوع ما طرقش يعني كده يعني فجأة، ولكن كان بيربى في القوات المسلحة بعناصرها المختلفة. وهو ورئيس المجلس كان ليه مقولة مشهورة، نحن يعني كان يكررها على فترات طويلة جدا، يجب أن نفهم السياسة ولكن لا نمارس السياسة، عشان لما يطلب منا تنفيذ هذه المهمة نكون على الأقل فاهمين احنا بننفذها ليه. وده حقيقة يعني احنا كنا ايوه نتابع، وعشان كده لما نزلنا ما تفاجئناش، وكان القرار الانحياز الى 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 الشعب. ده موضوع يعني ان هذا الدور التاريخي ما جاش لنا كده يعني فجأة، ولا انحيازنا للشعب جه فجأة. قضية بقى ان احنا تعرضنا لضغوط يعني 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 وصمة عار لو كانت عملت. نحن نعي هذا، نحن نعي المرحلة نفسها، فلا يمكن لا يمكن مستحيل كان يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتدخل في عملية يعني أو رئيس مصر بعد الثورة يحدد بناء على ضغوط خارجية كمجلس. وفي نفس التوقيت إذا كان هذا يمكن أن لأي شبهة، لا يمكن كان تقبل مؤسسة القضاء اللي على مستوى يعني عالي جدا ورفيع جدا مثل هذا أن رئيس مصر بعد الثورة يكون في شبهة تزوير أو لإرادة الشعب. فده موضوع مستحيل. المنطوق بتاع لفظ أن اتباع يعني أحد المرشحين لحساب مرشح آخر يعني برضو ما هذا الكلام يأتي من أنصاره، يعني ما هو الفريق اتباع وإحنا اتبعنا معه، يعني هذا انا بارجوهم يعني فعلا ان هم يعني رأفة بالمجلس يعني بصراحه بمنتهى الامانه، ويقدروا هذا الدور انه لا يوجد احد اتباع لصالح احد اطلاقا يعني، انما اللي حصل ان هذه هي اراده الشعب وافرزها الصندوق، ولا يمكن للمجلس ان هو كان يقبل تزوير اراده الشعب، لان الباقي هو شوف انا قلت لفظ صعب ان هو يتقال تاريخيا، أن تزور إرادة الشعب. نحن يعني نستطيع أن نبرر نجاح أحد من السنة. هسألك السؤال بشكل معاكس جدليا، هما كانوا اثنين في الانتخابات. أيوة. هل كان في حساباتكم أنه في حالة أنه اللجنة إذا أعلنت فوز الفريق شفيق، أنه القوى اللي هي مؤيدة للدكتور مرسي اللي كانت موجودة في الشارع اللي كانت تهدد أن هي ستلجأ إلى كل الوسائل للدفاع عن مرشحها، وأن هي كانت تؤمن أن إذا حصل ذلك فهذا يعني تزوير بواح، هل كنتم مستعدين للتعامل مع هذا الموقف؟ يعني إذا جاء الصندوق بمرشح مضاد، لأن بعض الناس بيقولوا مش بالضرورة تكونوا استجبتم للضغوط، لكن لقيتوا أنه الكلفة فوز الدكتور مرسي أقل بكثير من كلفة تحمل تبعات فوز الفريق شفيق. أنا برضو تاني ما تزعلوش أنا مني، أنا بعرض عليك ما قيل. أنا متأكد أن مثل هذا الكلام قيل، وبرضو هذا كلام مبني على تكهنات لا أساس لها من الصحة، وبرضو هذا إساءة للمجلس وإساءة للقوات المسلحة أن هي يعني تبتز
او تخضع لتحت يعني مسمى ايا كان انت عايز تسميه، هو تهديد ولا مش تهديد، و و و وتزور اراده الشعب. ده يعني احد وصمات العار اللي مستحيل ان هذه المؤسسه تقبلها بعد هذا التاريخ الطويل وبعد هذا الدور الوطني اللي ممكن نحن كنا يعني 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 كان المؤسسه تستطيع ان تتصدى لكل شيء وهي قادره على هذا. وبالمناسبة يعني برضو عشان يعني ولا ضغط ميدان ولا ضغط مستحيل من الأمريكان، لا لا لا، وإنه النتيجة أنتوا بتأكدوا أن النتيجة التي صدرت هي، نعم، تعبر عن واقع ما كان في الصناديق. مؤكد هذا الكلام. طيب، لفت نظري حاجة برضو مهمة. أنا حضرتك قلت أن دي صفقة لمقابل خروج، يعني صفقة إعطاء الرئاسة مقابل خروج المؤسسة، مش ده حضرتك بضمانات؟ أيوة، بضمانات. خروج ايه يعني؟ انا بتكلم صحيح لان الموضوع ده لازم يتراجع، يعني سوري بنتهز فرصه من خلال حضرتك عشان نخاطب يعني الشعب والمؤسسه. طب حضرتك شيء. عايز تعرف هو بيتقال ايه؟ اشرح لك اكتر عشان تفهم ايه الكلام. طيب، هو ما يتردد او ما يقال ان هناك المجلس الاعلى حتى الان في ثلاث اسئله رئيسيه، وهو ما الذي يمكن ان يلحق بالمجلس الأعلى في حين انتهاء خدمته من أداء مهمته فيما يختص به، ما يمكن أن يقال بملاحقات قضائية نتيجة الاتهامات فيما حدث فيما سبيرو أو أحمد محمود، على أساس أنه كان السلطة التي تدير شؤون البلاد، وأنه بعض الأسلحة من القوات المسلحة هي المسؤولة. فهناك مسؤولية سياسية ومسؤولية جنائية نتيجة هذا الموضوع. النقطة الثانية هو ما هو دور المؤسسة العسكرية داخل الحياة السياسية المصرية. ثلاثة، ما هو الوضع الدستوري للقوات المسلحة وعلاقته بالسلطة الحاكمة في البلاد؟ هذا الأمر حدث فشل ذريع في التوصل إلى توافق أو اتفاق عبر قنوات متعددة ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة و جماعة الإخوان صاحبة الأكثرية في البرلمان، وأن هناك فرص تاريخية ضاعت في 17 شهر اللي فاتت. لو كان تم الاتفاق عليها ممكن كنا تجنبنا الكثير من الشد والجذب. من هنا يمكن من مهارة بقى جماعة الإخوان أن أبقت هذه الورقة دون اتفاق في الآخر، علشان يكون في عنصرين للأخذ والرد ما بين الطرفين. ده ما يقال. طيب، انا اللي بتعجب له ان احنا ان يعني يعني تعكس الحقيقة، يعني بنتكلم على رئاسة في مقابل خروج للمؤسسة. انا متخيل ان المفروض نتكلم عليه دلوقتي كيف تكرم هذه المؤسسة على ادائها خلال الفترة اللي فاتت دي. في يعني حاجة درجة كده ان الضد يظهر الضد. يعني انا عايز الناس بس تسرح بخيالها. لو كانت هذه المؤسسة اللي احنا يعني بنتكلم على خروج، ما بنتكلمش على شكر وتمجيد وتبجيل، لو كانت سلكت سلوك يعني غير ما هو تم، يعني غير السلوك اللي تم، لانه هو السؤال اللي احنا بنطرحه دايما على نفسنا. لو رجع بينا الزمن ليوم 25 تاني ويوم 28، هل احنا اخطأنا فيما سلكنا فيه وانحزنا للشعب، ولا كان يجب، لان في تجاوزات وفي شوية حاجات حصلت كده، ولا كان يجب ان احنا يعني يبقى لينا مسلك غير اللي حصل ده عشان يعني بعض التجاوزات وبعض الكلام اللي حصل ده؟ وفي قناعة لدى كل المجلس ان حتى لو اعيد هذا الموضوع كنا نسلك نفس السلوك وننحاز لإرادة الشعب ونعلي مصالح الولد، المصالح الوطن على اي مصالح اخرى. يعني فده موضوع يعني انا صحيح بقول ان محتاج يراجع، لان المفروض نتكلم يعني. طب هو سؤال، هل عندك قلق بالنسبه للثلاث نقط دول؟ لا لا، انا هراجع لحضرتك على الثلاث نقط اللي انت حضرتك قلته لهم عليهم. بس انا عايز اتكلم فعلا ان احنا يجب نسرح بدماغنا لدقائق. ايه اللي كان ممكن يحصل للبلد لو كان هذا المجلس اللي خد القرار ونزل القوات على اسس مظبوطه ومحترمه وقوات مسلحه منشاه ومدربه ومنضبطه بتحترم شعبها ونزلت عشان تؤدي هذا الاداء، لو كانت سلكت سلوك غير كده كان هيبقى التصرف ايه؟ كان هيبقى في مهانه ومجازر
وانا برضو مش يعني مش يعني بستدعي المشاهد اللي حوالينا عشان نعرف ماذا لو كانت هذه القوات المسلحة تصرفت تصرف على غير ما تم لم تنحاز للشعب. ده موضوع ده السبب اللي انا بقول الضد يظهر الضد. نتخيل ان ما كانش ده التصرف وكان تصرف عكس كده، ايه اللي كنا ممكن نبقى فيه دلوقتي؟ قد ايه ارواح تبقى يعني ازهقت او ماتت، قد ايه ناس كانوا اصيبوا، قد ايه بلد كانت ممكن تتمزق وتضيع. وخاصة ان حضرتك لو استدعيت المشهد يوم في التوقيت ده كانت البلد بتتفكك، ما كانش فيه بلد، كانت السلطة في يدكم بالضبط. انما نيجي بقى حضرتك يعني اطرح شوية اطروحات كده انه 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 احداث، في بعض الاحداث حصلت وان ممكن في حد يلاحق جنائيا بمصيبة المسؤولية زي احداث محمد محمود. اولا الحاجات دي احيلت كلها للقضاء، وفي حاجات صدر فيها احكام وفيها يعني حوادث ما زالت تحقيق قائم فيها. ايا كانت نتيجة التحقيق انا بأؤكد لحضرتك شخصيا ومتهيألي حتى الأستاذ اللواء العصار هيوافقني على هذا، من اكتر الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها ان احنا على مدى 18 شهر او اكتر لغاية دلوقتي لم تلوث يدنا بدماء فرد او انسان مصري اطلاقا. للناس اللي ده السؤال المهم، صح كلام حضرتك مظبوط، هذا لغز، ومن حق المواطن علينا ان احنا نفك كل هذا اللغز. ويمكن التأخير في فك الألغاز لان البلد كانت زي ما بنقول بمؤسساتها الأمنية اللي منوط بيها تفك الألغاز دي كان حصل فيها هزات كبيرة جدا وفي مؤسسات انهارت كلها. انما من حق الشعب على المؤسسة اللي مسؤولة عن إدارة أمور البلد ان تفك الألغاز دي. انما على الأقل احنا كقوات مسلحة لم تلوث إيدنا، ده حقيقة، بدماء أي إنسان مصري، لأنه ده إحنا مش كنا حريصين عليه، كنا حريصين عليه وبنؤكده في خلال ال 24 ساعة كلها ويصل إلى مستوى الجندي اللي في الميدان. وكنا دايما بنؤكد أنه لا مبرر إطلاقا تحت أي مسمى إن إحنا تلوث إيدينا أو يوجه السلاح إلى إن هو يموت مصري. وتوجهت للقيادات ملامات كتير قوي ان عسكرنا يعني في اعتداء عليها، ان اللي بيعتدي عليها مسلح اكتر مما هي مسلحه، عنده حريه يعني توجيه الاستفزازات اكتر ما هي. واحنا دايما كنا بنطالبهم بضبط النفس، طالبهم ان 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 الموضوع ده كله هينفلت لو احنا تم استفزازنا واستخدمنا القوة اللي كان مطلوبة. النقطة المؤكدة سيدي أن هناك شهداء، نعم، وهناك جرحى، نعم، وهناك أسر لهم، نعم، يسألون. أيوه. إن لم تكنوا أنتم الذين فعلتموه أو مسؤولين عنها فمن الفاعل؟ القصة ليست إلصاق تهمة، نعم، بالقوات المسلحة، نعم، بل سيكون كل الشعب المصري أسعد إنسان في الدنيا لو مفيش أي اتهام لأي شخص من القوات المسلحة. لكن السؤال سيد حتى الآن نحن ليس لدينا إجابة. أنا بقول هذا تساؤل من يسأله له الحق في السؤال. إنما وإحنا المفروض يعني الموضوع أحيل للقضاء، والمفروض هذا دين لا يهدأ إلا بإظهار الحقيقة. إحنا دايما يعني حتى من كتر الناس اتكلموا عن يعني اللهو الخفي واللي مش عارف إيه، وكان فيها أحيانا إنما واقع الأمر إن كان هناك أيادي بتستغل المواقف وتلعب وغير مرئية وغير موجودة. وأنا أذكر بس لحضرتك والمشاهد بعض الأحداث اللي حصلت، أظن يمكن أحداث مجلس الوزراء، نشوف الناس اللي هم يعني استشهدوا. لو الموضوع بيني وبينك كان اللي يستشهد منين؟ بعد في الخطوط الأمامية، اللي بيحدفني بالطوب واللي بحدفه، لا دول ولا واحد استشهد منه. إنما اللي استشهد وننقي يعني سوري طالب في كلية الطب في عين شمس عزيز علينا ويدمي القلب يعني،
طالب في هندسه يعني اختيار يعني كده واحد الشيخ في مدرسه الشيخ عماد ودول كلهم ناس يعني بعد اذن حضرتك ليسوا في مجال يعني في مرمى اشتباك مع القوه حتى اللي بتامن، لا دول ناس ورا خالص. عموما احنا بنقول من يسال السؤال هو محق في السؤال، هذا اللغز المفروض يتحك يتفك، الموضوع امام القضاء، والمفروض العناصر المعنيه كلها لا تهدأ غير لما تحل هذا اللغز المؤكد لي ان القوات المسلحه، لانه انا اعتقد واكاد اكون اجزم هذا الاعتقاد ان هناك اطراف كتير كانت تتمنى ان يتم استفزاز القوات المسلحه لاستخدام او التمادي يعني استخدام عنف مفرط او اطلاق نيران ثم ينفرط عقد المشهد كله ونروح في مشكله تانية خالص. يعني تسمح لي بعد الاستراحه الاعلانيه ننتقل الى هو جانب. كان في نقطتين حضرتك حضرتهم لو 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 بسرعه اللي هو يعني دور القوات المسلحه في الحياه السياسيه بعد لما ده هنخش فيه بقى بالتفصيل لان طيب في الاعلان الدستوري المكمل لان هو بيطرح هذا الجانب في هذا الموضوع وزي ما قلنا انه الملاحظات اللي هم من انصار الفريق شفيق هناك ايضا ملاحظات من انصار الدكتور مرسي وجماعه الاخوان أكيد. والقوى الثوريه أكيد. اللي بيشوفوا انه الاعلان الدستوري المكمل فيه انتقاص للكثير من الامور التي لا علاقة بالديمقراطية وحرية البلاد والشعب وحرية التعبير. بعد الاستراحة تابعونا على الهواء مباشرة. في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج بهدوء اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي ضيف حلقة اليوم، كل منهما يساعدنا في معرفة إجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على كثير من الأحداث. مصر بعد أن انتخبت رئيسا لها الدكتور محمد مرسي، كيف ستكون العلاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الجديد، شكل البلاد، المشهد السياسي وكثير من الأمور. سيدي لواء، فيما يختص بالإعلان الدستوري المكمل، أنصار الفريق شفيق قلت لك ملاحظاتهم، الآن أنصار جماعة الإخوان رصدوا ثلاث حاجات وراء بعض. أول حاجة حكم المحكمة الدستورية فيما يختص بالبرلمان، ثم قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. الموضوع الثالث هو صدور الإعلان الدستوري المكمل، واعتبروا أن هذه حزمة كاملة رغم الجهات المتعددة اللي هي لها علاقة بها، على أن هذا نوع من النقوص عن الديمقراطية أو محاولة لمد فترة وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية، وفيه تأثير على فكرة التسليم والتسلم للسلطة كاملة في موعدها المحدد. الأستاذ عماد اسمح لي أن أنا بس أكمل الجزئية، ما هو ده مربوط وأنا هربطها بيها اللي هي الجزئيه بتاعت ما قيل او اتهام ان احنا عملنا صفقه وغيرنا النتيجه واستجبنا للضغوط وما الى ذلك. انا عايز اقول ان دي ما كانتش اول الاشاعات ولا التجاوزات ضد القوات المسلحه ومجلسها الاعلى. احنا واجهنا الكلام ده من زمان، وحضرتك تفتكر ما اتهمنا بيه ان يعني العسكريين لما يتولوا السلطه لن يتركوها، سيناريو 54 هيتكرر، احد اعضاء المجلس هيترشح للانتخابات الرئاسيه. طبعا كل الاحداث اللي بعد كده اللي حصلت سواء الانتخابات البرلمانيه او الرئاسيه اثبتت ان كل دي كانت اشاعات مغرضه واطلقها الناس اللي هم لا يريدوا بهذا البلد الخير. انا بس عايز يعني اقول لظباطنا من هذا المنبر ان يعني انا يعنيني قوي ظباطنا وفكرهم ويعنونا احنا كمان طبعا كشعب طبعا
طبعا مش عايزة كلام، ان انا عايز اقول لهم ان يعني رغم كل ما يشاع وما يقال وتجاوزات وما الى ذلك، انما عايز اطمنهم ان الشعب المصري يقدر تماما الجهود اللي هم قاموا بيها من يوم 28 يناير حتى الان، وكل المعاناة اللي عانوها في الشوارع وفي المواقع وفي فض الاعتصامات والمظاهرات وحماية المنشآت العامة وحماية وتأمين الانتخابات والحوادث مثل قطع الطرق، ويعني واشتغلوا ليل نهار وفي حرش ونقل المؤن الغذائية ونقل المؤن ونقل الأموال ويعني كل حاجة، تأمين السولر للمحطات الوقود والبنزين، يعني عملوا كل ما يستطيعوا لصالح شعبهم، ويعني شعبهم أنا بطمنهم أن شعبهم بيقدر هذه الجهود، وشعبهم أيضا بيقدر أن مجلسهم الأعلى كان على مستوى الشرف والأمانة والنزاهة، وأن هو لم يعمل ولم يتخذ أي قرار منذ توليه المسؤولية إلا لصالح هذا الشعب ولإرضاء المولى عز وجل. وعايزين نقول لهم برضو أن كل التجاوزات اللي حصلت ليهم والقادتهم دي إحنا يعني تحملناها ليه؟ هم لازم يعرفوا أن تحملناها عشان البلد تمشي وعشان البلد ما تقعش مننا، اللي إحنا مسؤولين عن إدارة البلاد وإحنا أكبر من كل التجاوزات من كل الكلام ده. إنما أنا عايز أطمنهم إن شاء الله بعد أن يتم انتقال السلطة ولن نسمح بأي تجاوز ضد القوات المسلحة ولا ضد أي جندي في القوات المسلحة، وسنأخذ حق القوات المسلحة من أي شخص يتجاوز بالقانون، ولن نسمح لأحد بالتمادي في هذه التجاوزات أبدا. إحنا كان لنا موقف إن إحنا حريصين على البلد وإحنا متولين المسؤولية، إنه بعد ما نسلم المسؤولية إن شاء الله هيكون لنا موقف مع كل التجاوزات دي ولن نسمح بيها مرة. حضرتك اتكلمت على تسليم السلطة. أيوة، السلطة هتسلم في موعدها؟ طبعا زي ما التزمنا، إحنا التزمنا أمام شعبنا إن إحنا هنسلم السلطة في 30/6. إيه اللي حيسلم في 30/6؟ السلطة التنفيذية بالكامل للرئيس المنتخب، سيتسلم صلاحيات الرئيس طبقا لما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30/3 سنة 2010 في 2011 كاملة غير منقوصة بالكامل. حضرتك تفتكر المادة 56 من الإعلان الدستوري كان البنود من 3 لغاية 10، 8 بنود دول صلاحيات رئيس الجمهورية هيتولاهم، وغير كده كمان غير 8 بنود دول في اختصاصات وصلاحيات لرئيس الجمهورية كثيرة في قوانين عديدة مثل قانون الجامعات وقوانين. السؤال سيدي، إذا السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب حتى الآن الذي لم يحلف اليمين الدستورية بعد، له وجهة نظر كشخص في الإعلان الدستوري المكمل، وأراد أن يتحدث أو يفاوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلك الصيغة التي تحدد صلاحياته، هل المبدأ وارد نعم أم لا؟ لا، هو قبل ما أجاوب على حضرتك أنا عايز أقول أن السيد الرئيس سيمارس كامل صلاحياته غير منقوصة، فما فيش محل يعني حيفوض على إيه. لكن إذا كان هو معترض عليها، لا ما فيش حاجة هتحجب، يعني ما فيش حاجة من صلاحيات الرئيس التنفيذية هتحجب عن سيادته أبدا، سيمارس كامل صلاحياته بنسبة 100%، لأن ما يشاع يعني لا يعني لم تصلكم رسائل مباشرة أو غير مباشرة منه أو من حزبه أنه يريد
إعادة مناقشة بنود الإعلان الدستوري المكمل؟ لا، أنا يعني إحنا بس عشان أبقى دقيق مع حضرتك، هو الإعلان الدستوري المكمل صدر ليه؟ هو البداية الموضوع أن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب، نعم، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرار تنفيذي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مش أكتر من كده. أيوة. إن حضرتك عارف قانون المحكمة الدستورية بيلزم كافة جهات الدولة بتنفيذ أحكام هذه المحكمة. المادة 46 من قانون المحكمة أيوة. الدستورية أنه قرارات المحكمة الدستورية أيوة. ملزمة لكافة الهيئات والسلطات. بالضبط. وعند صدورها في الجريدة الرسمية فور صدورها تصبح نافذة. يعني ده يعني ملوش أي محل من الشك. فبعد حل المجلس أصبح هناك فراغ تشريعي، السلطة التشريعية. فالسلطة التشريعية يعني سألنا الدستوريين والقانونيين وفي جلسات عديدة، ولقينا أن مش ممكن يجمع السيد رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية معا، وفي إطار عدم وجود دستور وفي نظام جديد بيتشكل، وأيضا لا يمكن أن السلطة القضائية تاخد كمان السلطة التشريعية، لأن ده هيبقى جمع بين سلطتين. وكان الحل هو أن المجلس الأعلى يتحمل. يعني كأنك عايز تقول لي أن هذا أمر تحكمه حكم أعلى محكمة أيوة في البلاد. بالضبط كده. طيب، وكأنك تقول لي كمان اتفرض. طيب اتفرض نفسه من يعني يريد، من يريد تغييره لا يمكن تغييره أو تغيير بعضه أو كله إلا بالرجوع إلى نفس المحكمة. يعني أنا معلوماتي أن المحكمة حكمها نهائي. نهائي. ويعني إنما يعني ده موضوع قانوني. طب يبقى الوضع السياسي الآن أن هذا أمر واقع ملزم. بالضبط كده. الجدل السياسي حوله مش مفيد؟ لا، يعني مش سلطتنا ولا 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 نستطيع. إحنا بنقول دولة القانون وسيادة القانون. طب كيف يعني نعلي سيادة القانون وبنقول ان احنا في دولة القانون والمحكمة الدستورية حكمت حكم ونراجعه؟ المجلس الأعلى لا يستطيع. فإذا كان لن يتم نقل السلطة التشريعي إلا بعد البرلمان، انتخابات البرلمان. بالضبط كده. كما يقول أي الإعلان الدستوري المكمل. إذا خدت الفترة دي 6 شهور 7 أشهر، احنا نتمنى تكون أقل من كده. إذا يعني افترضنا يعني لو يعني بيقال إن الدستور هي اللجنة شغالة. طيب. وبيقال إن الدستور هيتعمل في إذا خدت 4 أشهر 5 شهور يبقى 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 بمجرد يبقى منطقيا انتخاب البرلمان سينقل إليه السلطة التشريعية، وبالتالي المجلس الأعلى هيعود إلى الأوضاع القديمة كمسؤول عن الدفاع عن الوطن. يبقى هذا أمر قانوني وهو أيضا أمر واقع. أيوة. والمنطقي هو التعامل في 4 أشهر الحالية حتى يتم نقل السلطة بعد. بالضبط كده. مجلس أنا عايز الشعب. بس أوضح في بشأن السلطة التشريعية دي نقطتين. أول نقطة إن المادة 56 كانت في البند الأول والبند الثاني خاص باختصاصات مجلس الشعب. البند الأول هو التشريع اللي هو انتقل إلى المجلس الأعلى بصفة مؤقتة. البند الثاني وهو الرقابة أو الرقابة على السياسة العامة للدولة. ده مش موجود. مش موجود. السلطة التشريعية مقيدة في إيه؟ إن إحنا التزمنا كمجلس أعلى أن ألا نصدر تشريعات من عندنا. هنكتفي بأن التشريع يجي من الوزارة من الحكومة، وإحنا نبحثه ونبعته للرئيس، والرئيس له أن يصدره وله أن لا يصدره. هي مجرد ملء فراغ تشريعي مش أكتر من كده. كويس كويس. إنما دور يعني القدر هو اللي حطنا في هذا الموقف. احنا كنا نتمنى ان يجي 30/6 والمجلس يسلم كافة سلطاته، انما القدر شاء ان شاء الله في 30/6 او قبل 30/6 هنسلم السلطة التنفيذية كاملة.
أما السلطة التشريعية فجزئيا وبصفة مؤقتة هتكون مع المجلس لحين انتخاب البرلمان الجديد. كويس. احنا النهاردة دلوقتي دخلنا في يوم الجمعة، كويس، يوم السبت المفروض ان شاء الله حلف اليمين. حتى الآن هناك إشكالية، حتى الآن أين سيحلف أو أمام من سيحلف السيد الرئيس المقبل هذا اليمين؟ حسب الإعلان الدستوري المكمل هيكون أمام الجمعية العامة أو العمومية للمحكمة الدستورية العليا. تمام. السؤال سيدي، حتى هذه اللحظة في إشكال، فإذا كان في إشكال حوالين النقطة دي وهي تفريعة من ضمن كل متكامل، مش قادرين تشوفوا أنه من الممكن أن يكون هناك يعني أزمة سياسية نتيجة الإعلان الدستوري المكمل، لأنه هو كله في مشكلة أو في رفض من ناحيته؟ هو الإعلان الدستوري المكمل هو 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 ضرورة فرضتها تسيير استكمال المرحلة الانتقالية، ده حقيقي. كان ما صدرش رفاهية ولا حاجة، لا صدر واحد، ان زي لما قرار حل مجلس الشعب كان المفروض الرئيس يحلف قدام مجلس الشعب. ممكن حد يقول لك ضرورة، لكن مش بالضرورة يكون بالتفاصيل دي. ما احنا هنقول، ما انا اقولها هنقولها لو عدينا عليك كده هتلاقي انه حضرتك اتفضل حضرتك انه فعلا كان ضرورة فرضتها المرحلة بالتفاصيل دي عشان يحل بعض المشاكل. بالعكس، يعني في ناس، يعني الاعلان الدستوري المكمل اضاف صلاحيات الرئيس الجمهورية ما كانتش موجودة في المادة 56 في الاعلان الدستوري الاصلي. يعني مثلا المواد اللي موجوده في الماده 56 ما كانتش بتقول لو لا قدر الله اضطرينا فعلا ان احنا محتاجين نعلن حاله الحرب. الاعلان الدستوري المكمل اشار ان رئيس الدوله ان يعلن كذا بالتشاور مع المجلس، لان ما فيش سلطه تشريعيه، ما فيش مجلس شعب. في معظم الدساتير كان يرجع لمجلس الشعب، ما فيش مجلس شعب. لو لا قدر الله حصل ظروف تستدعي نزول القوات المسلحه تاني، الكلام ده ما كانش موجود في المادة 56. الإعلان الدستوري المكمل أضاف هذه السلطة لرئيس الجمهورية إن القوات في حالة الطوارئ يستعين بالقوات المسلحة لضبط الأمن، والقانون هيحدد مشاركتها. لو لا قدر الله برضو حتى الجمعية التأسيسية خرجت بحاجات غير ده جدل، انما هو المفروض ما يحصلش خالص، لا يعني في اطار اللي هو الغير متعارف عليه في الاعراف والدساتير وحاجات يمكن ان تؤثر او تشد البلد في اتجاهات يعني تؤثر على امنها، ادى الرئيس الجمهوريه حق الاعتراض على هذه الماده وانه يرجعها للجمعيه التاسيسيه للدستور، ولو اختلفنا يبقى في محكمه دستوريه عشان تحكم لهذا الموضوع. اذا الاعلان، ودي كلها حاجات مهمه، يعني لو بعد فتره حصل المشكله تتطلب نزول دون الاعلان الدستوري المكمل ما كناش يعني ما كانش في غطاء دستوري علشان نتحرك فيه. اذا الاعلان الدستوري ده اين يحلف رئيس الجمهوريه؟ ده موضوع بسيط، ولكنه حسم الإعلان الدستوري بمكان الحلف فيه. طب انتوا فهمكم ايه؟ فهمكم هو الالتزام بالإعلان الدستوري المكمل؟ احنا عايزين نخلي الموضوع ده لشقين، لان يعني احنا المجلس الأعلى ليس طرف دلوقتي في المرحلة دي. ال- 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 اين يحلف السيد رئيس الجمهورية ومتى يحلف؟ ده قرار يعني 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 يخص المؤسسة الرئاسة ويخص السيد الرئيس تماما، يعني مش عايزة كلام. انما ال- 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 لما تيجي تشوق تنظر له من وجهة نظر التمني ان احنا نبدأ حياتنا مرحلة الجمهورية الثانية بدولة تعلي الدستور وتعلي سيادة القانون، لانه الشعب هيبص لنا والعالم كله بيبص لنا. الدستور دلوقتي متمثل في الإعلان الدستوري الأول والإعلان الدستوري المكمل. وزي ما قلت لحضرتك، احنا كلنا بنشتغل تحت غطاء احترام الدستور والقانون. انما الا متى واين ده مؤكد هيحدد بواسطه مؤسسه الرئاسه. انما اللي يهمني ان هذا الدستور ما طلعش رفاهيه.
طلع علشان يكمل حاجات اسمه كده اعلان دستوري مكمل يكمل الاعلان الدستوري. وكانك عايز تقول ان فرضت الظروف موضوعيه. ايوه الموضوع اللي بنتكلم عليه الفراغ التشريعي ده احنا لعلم حضرتك الموضوع ده خد جدل كتير. احنا كنا بندور اين تذهب السلطه التشريعيه. كل الفقهاء وكل الناس اتفقوا على انه صعب ان يكون من الرئيس الذي يمتلك السلطة التنفيذية يمتلك مع السلطة التشريعية. وإحنا كنا يعني الثورة قامت وقلتم إن أنتوا فكرتوا في المحكمة الدستورية ولقيتوا إنه مش ممكن. الثورة قامت على رئيس يمتلك كل الصلاحيات في بعض الآراء بتقول طيب ما هو الرئيس يعني بيفوق أحيانا بياخد سلطة إصدار القرارات بقوة ده موجود يعني هذا يعني لا يجب المقارنة مع ما هو مصار في الإعلان الدستوري دلوقتي لأنه الكلام ده موجود في وجود مجلس الشعب بتفويض من مجلس الشعب في موضوع في حالات الطوارئ والمدة زمنية محددة وفي موضوع يعني بيتم في إنما لا يجوز المقارنة به باللي موجود دلوقتي. الدعوة بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استحوذ على سلطة التشريع دي دعوة يعني سوري أنا يعني بعترض. حق يراد لي به باطل لانه احنا ما عندناش سلطه التشريع. احنا خلينا سلطه التشريع موجوده علشان تبقى اكتمال مؤسسات الدوله انما هي سلطه التشريع مقيده 100% الاصل في التشريع ان الوزير. طب سؤال هو في كلمه واحده اتفضل. اذا جاء تفسير المحكمه الدستوريه طلب التفسير او طلب الخصومه انه نرجع في موضوع انه المجلس يرجع بس التلت بس هو اللي يجرى فيه انتخابات. انت بتتكلم على حل مجلس الشعب. انا بتكلم على حل مجلس الشعب. انا بتكلم في النقطة دي. ايوه حل مجلس الشعب الاول. لا خلينا نبص لمجلس الشعب عشان نرجع الامور لاصلها وكل الناس فعلا تستقبل الموضوع على حقيقته. يعني لو نرجع بمجلس الشعب لو المقصود نعطل مجلس الشعب كان هناك احداث قبل مجلس الشعب تدي مبرر لما يتمش انتخابات مجلس الشعب. مظبوط. اللي خطط وامن واشرف على ان المجلس ده يطلع بالشكل اللي هو فيه ده القوات المسلحه. كويس. صح. اذا هذا المجلس احد منتجات افرازات احد فخر المجلس الاعلى والقوات المسلحه. ابننا انا اسف اللفظ يعني سوري الشرع اللي افتخرنا بيه ان احنا في اطار بناء المؤسسات الديمقراطيه افرزنا مجلس الشعب يعبر عن اراده الشعب. فكون ان احنا ان المجلس الاعلى يحل مجلس الشعب دي مقوله مش نحن المجلس لم يحل مجلس الشعب. أيوة السؤال سيدي اذا صدر من المحكمه انه التلت في تفسير جديد انه التلت لا يلغي وانه بس التلت هو اللي تعاد فيه الانتخابات. نحن ليس بيننا وبين مجلس الشعب خصومه. لا يعني مش كده يعني في الحاله دي يعاد التشريع لمجلس الشعب. لا اذا جه من مصدر من مصدر قانون يعني الموضوع سلك المسلك القانوني وصدر به حكم قضائي قصدك. أيوة كده نحن نحترم ده مش مستحيل ده على مدى من منذ اليوم الاول وحتى الان نحن نحترم الدستور والقانون فوق راس المجلس وأعضائه كلهم. وأنا هحترم الاستراحة الإعلانية وارجع لكم تاني. شكرا. بعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشرة. مرة أخرى يستمر الحوار مع اللواء محمود حجازي واللواء محمد العصار عضوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كثير من القضايا الساخنة تفرض نفسها لكن نحاول أن نعالجها بهدوء. ست اللواء تفضل. أنا كنت يعني بكمل على أن المجلس الشعبي ده يعني زي ما بقول هو يعني كان بالنسبة لنا مصدر فخر انه جاء نتيجة الارادة الشعبية. كنا لا نتمنى انه يحل ولكن احنا في الاخر بنحترم حكم القضاء. القرار اللي طلع من المجلس ده قرار كان واجب التنفيذ لتنفيذ حكم المحكمة وليس لحل المجلس. حق يعني لو طب عودة هذا القرار لا يعني عودة المجلس لانه الحكم المحكمة في حد ذاته هو اللي واجب التنفيذ على كل الجهات اللي بتنفذه. ده كان حاجة لازم تبقى واضحة
وبرده نشير معاها على ان احترام احكام القضاء ده الحصن اللي احنا كلنا بنتكلم عليه، لانه يعني التصدي لمثل هذا الموضوع بالرفض وكده ده مؤدى علينا كلنا، يبقى مش تمام. اذا صيغ هذا في موجود مع الاعلان الدستوري، انا قلت لحضرتك هذا الاعلان الدستوري كان ضروره، هذا الاعلان الدستوري صدر عشان ييسر الكلام عن سحب والتراجع والكلام ده، كلام مش وارد، لانه ببساطه شديده جدا احنا بنتكلم على اعلام دستوري مكمل عشان يبقى عندنا حيز يسمح بتسهيل الحركه ينتهي. حاضر. السؤال اللي يهم النخب السياسيه والشارع انه هذا الموضوع ليس موضع تفاوض سياسي على مائده مفاوضات. لا 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 لا، بالنسبه لنا هو طلع من عندنا عشان يكمل الحياه كسلطه، بس هو دي النقطة. انما هو هينتهي امتى؟ بوضع دستور مفهوم، واحنا بنتكلم من الدستور يعني على اقصى تقدير يعني 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 في خلال اشهر شهر او شهرين اللي جايين دول، ويبقى عندنا دستور دائم، هذه الاعلانات الدستوريه تجنب جانبا، والدستور الدائم للبلاد يفعل ونحترمه جميعا وننحني امامه جميعا. ست لو حضرتك كنت عايز تضيف حاجه. انا كنت عايز اضيف الخلفيه بتاعه ليه المحكمه الدستوريه حكمت بحل مجلس الشعب، لان ده بيثار كلام، و انا بس عايز يعني نتذكر سويا ايه لانه كان تفسيره، عفوا برضو ما تزعلش مني، انه نوع من القصاص السياسي من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ضد جماعه الاخوان ذات الاكثريه وضد التيار الاسلامي السياسي اللي هو له الاغلبيه. يعني ده بالظبط يعني متفق مع الاتهام اللي احنا اتهمنا بيه، ان احنا يعني غيرنا نتيجة الانتخابات الرئاسية، ونفس الكلام اللي قيل على ان احنا كمؤسسة عسكرية لا نقبل ان نقوم بهذه الاعمال، فنفس الكلام برضو مع حكم المحكمة الدستورية، لا نقبل ان نتدخل في اعمال المحكمة الدستورية، ولا المحكمة الدستورية تسمح لاحد ان يتدخل في اعمالها. وده حكم صدر عن اعلى محكمة، أعلى مستوى محكمة في مصر. وأنا هنا بس بأكد أنه مع شديد احترامنا للقضاء، أنا فقط أنقل ما يتم ترديده يعني، وليس يعني ما احترامنا الكامل، إنما بالزبط. أنا بس عايز يعني أعرض كده لملابسات إصدار القوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى. هو أول ما صدر أول قانون اللي جالنا من مجلس الوزراء كان في القوائم 50% والفردي 50%، وحصلت يعني كل القوى السياسية في مصر أو معظمها انتفض وعارض وعقد اجتماع المجلس الأعلى مع حضروا 47 رئيس حزب يوم 18/9/2011 لبحث هذا الموضوع، بعد يعني ما الموضوع خد يعني مساحة كبيرة في الإعلام اعتراضا على 50% و50%. وحضر الاجتماع ده بعض من أعضاء لجنة الانتخابات البرلمانية، وأيضا بعض أعضاء المحكمة الدستورية، بس حضروا بصفة شخصية عشان يشرحوا للحاضرين يعني أن هذا الموضوع ممكن يمثل يكون في عوار دستوري، عوار دستوري إذا ما تمت إقراره بهذه الشكل كده. وقعدت يمكن الجلسة دي 8 ساعات، وكان إصرار من معظم الحاضرين من السادة، وكأنك عايز تقول أنه لسنا نحن الذين صنعنا كده هذا العوار، والعوار ده كان مبيت من داخل القرار نفسه بسبب القوى السياسية. فبالتالي لا، وحاجة تانية كمان، بعد ما صدر بتلتين وتلت وكان في المادة الخامسة بتقول أن التلت ده للفردي وده للمستقلين والحزبيين او اعضاء الاحزاب ما يخشوش فيه، حصل برضه نفس الضجه الاعلاميه. لكن البعض بيقول يبقى في هذه الحاله كان فقط يكون الحكم له علاقه بالتلت فقط. لا، احنا ده شان من شؤون المحكمه الدستوريه. انا بتكلم على الخلفيات. طيب، وعقدنا اجتماع يوم 1/10، حضروا 13 رئيس حزب من الاحزاب الكبيره، وطلبوا، كان المطلب الرئيسي هو تعديل المادة الخامسة لتكفل للحزبيين أن هم
يترشحوا على القوائم الفردي. وتم فعلا بناء على هذا المطلب. أنا ما بلومش رؤساء الأحزاب، كان في هذا التوقيت الجو السائد كان كده، وكان في يعني نوع من الخشية، وقالوا بقى يعني النظام السابق وهيخشوا في الفردي، وإنما ده اللي حصل. حضرتك واستجابنا شرحت ده، خليني بس أنقلك للنقط المهمة دلوقتي. إنه حضرتك بتقولي أن السلطة ستسلم في موعدها، أيوة. السلطة التنفيذية تسلم كاملة. يعني الرئيس المنتخب، وحينما يحلف اليمين الرئيس الشرعي للبلاد السيد الدكتور محمد مرسي، أيوة. لن يكون هناك للمجلس الأعلى أي علاقة بالسلطة التنفيذية قولا واحدا. هو المتصرف، هو رئيس الأول البلاد. هو رئيس البلاد ورأس الدولة ولا ينازع أحد في اختصاصاته. وكل ما يشاع أن المجلس الأعلى له نسبة في الوزارات السيادية وكل الكلام ده كلام ليس له أساس من الصحة إطلاقا. الرئيس، وأنا قلتها ثلاث مرات وبقولها المرة الرابعة، الرئيس حيمارس اختصاصاته التنفيذية كاملة غير منقوصة. طيب السؤال سيدي، الحكومة الجديدة فيها وزير دفاع ولا ما فيهاش وزير دفاع؟ لا، احنا يعني احنا عايزين بس يعني نتكلم، نقول تبعات حل مجلس الشعب. ان السلطة التشريعية انتقلت الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وبالتالي اصبح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الدور التشريعي وبكرر تاني المحدد والموقوت حتى يتم الانتخابات البرلمانية. كويس. في هذه الفترة والجمهورية الثانية بتتشكل، كان لازم على القوات المسلحة أن تحتفظ بقيادتها وتحتفظ بتماسكها في التشكيل اللي بيحصل. يعني احنا عايزين نبعد القوات المسلحة في الفترة دي، في الكام شهر دول، يعني عن أي يعني تصبح مؤسسة مستقلة. مش مستقلة، هي احنا بنقول أن الرئيس هو رأس الدولة. كويس. ولا نزاع في هذا، إنما احنا عايزين نجنب القوات المسلحة في خلال الفترة دي. طب ونخليها خدني على قد عقلي. يعني الحكومة المقبلة اللي هي ممكن تتشكل بعد أسبوع أو 10 أيام مش هيكون فيها وزير دفاع، ولكن هتكون القوات المسلحة بتنقى عن التواجد داخل هذه الحكومة أو هذه الوزارة. لا، الحكومة هيكون فيها وزير دفاع اللي هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني هيكون هو يعني هو وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي. أيوة. بعد ما كان هو على رأس أنا بس عشان بحاول أشرح للناس، سيكون موجودا في الحكومة كوزير للدفاع. بالضبط كده. كويس. ماذا يعيب؟ لا لا لا، أنا ما قلتش يعيب، أنا بحاول أفهم بس. يعني هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو وزير الدفاع والقائد للقوات المسلحة. مظبوط. كويس. فيما يختص بشؤون الحرب والسلام إلى أن يأتي المجلس الشعب الجديد، إذا ما صدف أي تهديد لأمن البلاد. قرار الحرب اليمين، الإعلان الدستوري، قرار الحرب اليمين للرئيس يا فندم. الرئيس طبعا بالتشاور معه. أيوة، بس بالتشاور معه ده لازم. أيوة، تحصل في كل دول العالم. أنا والله ما بعرفش، حضرتك تعقل. أنا بس بستفهم، في الولايات المتحدة يجي الرئيس ينفرد بقرار الحرب بدون الرجوع للقادة العسكريين بتوع اللي هيحاربوا؟ لا طبعا، ده منطقي. أنا بحاول أحط يعني بحاول أحط المسائل زي ما بيقولوا بالإنجليزي بلاك اند وايت، عشان الناس بس تفهم انه في حكومة، الحكومة دي فيها وزير دفاع، وزير الدفاع المقبل هو سيادة المشير محمد حسين طنطاوي. انه قرارات الحرب والسلام اذا ما حدثت لا قدر الله في المرحلة المقبلة، هذه القرارات المسؤول عنها السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي مثل هذه القرارات التي لها علاقة بالحرب يكون بالتشاور مع المجلس الاعلى. المجلس الاعلى هي القوات المسلحة، حاجة طبيعية جدا. كويس، بس عشان نحاول نفهم. لا طبعا. طيب، وحسب الاعلان الدستوري مكمل ال 19، هم 19 ولا 21 اعضاء المجلس الاعلى؟ 21. ال 21 عضوا في المجلس الاعلى للقوات المسلحه هم متواجدين بنفس التشكيل الحالي. بالظبط كده. الفتره لغايه ايه؟ لغايه النقل السلطه التشريعيه. طيب، اعداد الدستور. بعد اعداد الدستور هيكون في مواد للقوات المسلحه تنظم. طيب، كل شيء. هسألكوا سؤال ما تكرهونيش فيه،
هو انتوا عايزين تمدوا الحكم؟ يعني يقال ان المجلس الاعلى يريد تمديد الحكم، انتوا عايزين تقعدوا في السلطه نعم ام لا؟ سؤال مباشر. ده يعني حضرتك اتفضل. انا يعني اذا كانوا زي ما بيقولوا قولا واحدا، ايوه، نحن كنا نتمنى ان تنتهي هذه الفتره الانتقاليه في 6 اشهر. وكان يعني اكثر الناس اصرارا على انتهائها في 6 اشهر هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. وكان يقول انا عارف البلد بحالتها بوضعها، كل ما ننهي هذا الموضوع بسرعه احسن لمصلحه البلد يعني. ثم لم نستطيع انهائها في 6 اشهر، مش عشان احنا عايزين نبدأها، لا، عشان لو حضرتك تسترجع هذه الفتره وانا كنت شاهد عليها، كل الناس قالت يعني فيش الاحزاب مش جاهزه والقوى السياسيه مش جاهزه، وادوا الناس فرصه عشان ايه؟ تجهز نفسها. ثم سهل فتح باب يعني تأسيس الأحزاب علشان والأحزاب تاخد يعني هذا الموضوع. ثم بقت 6 أشهر 9 أشهر وتحت برضو ضغوط إن الأحزاب ملهاش قاعدة. ولو ترجع حضرتك، بذلنا قصارى جهدنا على إن 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 نساعد الشباب، وحتى إنه أعلن في التوقيت ده إن إحنا على استعداد للأحزاب الجديدة اللي هتتكون من الشباب اللي تحتاج إلى دعم مالي، القوات المسلحة على استعداد أن تدعم هذا ماليا، رغبة في إثراء الحياة البرلمانية والمنافسة علشان يعني يجي مجلس شعب وبرلمان متوازن يعكس كل طوائف الشعب، مش عشان ان احنا ضد فصيل او اخر، ولكن هي دي الممارسة الديمقراطية المظبوطة، ان كل ما يبقى المجلس يعكس شعب وفي احزاب قوية تستطيع المنافسة بيكون في سلطة تشريعية مظبوطة وتعكس كل رغبات الشعب. ثم انتهى الموضوع الى ما نحن فيه، انما احنا في الاصل كنا نبغي أن ننتهي في 6 أشهر. وطيب تيجي لحضرتك، هل نبغي في المزيد؟ أنا يعني مش عايز أقسم تاني عشان ما بقاش أقسمت كتير، وأنا نحن لا نستطيع، لا نريد ولا نرغب في استمرار هذا الموضوع يوم أكتر مما ينبغي، إنما هي المشكلة اللي احنا عايشين فيها منذ فترة، اللي هي كيف تنزل هذا العبء اللي انت شايله بقالك سنة ونص، تنزله، عايز تنزله صح، لان دي دولة بس مش اكتر من كده. حتى اللي كان بيتكلم على مش عارف في وقت من الاوقات ان الناس يعني تتصرف ب يعني نتيجة بعض الضغوط وبعض الكلام والناس اللي اتكلموا، قلنا طيب لو كنا لازم نسيب، لان دي مسؤولية امام شعب، فاحنا هنستفتي الشعب علشان يقول والله سلموا البلد لاي حد، وده ما كانش موجود. نحن لا نرغب ان نستمر في 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 تحمل هذه المسؤوليه يوم واحد اكثر مما ينبغي، انما التواجد للاسف فرضته الظروف والممارسه الحاليه. طيب معلش نقطه ثانيه صغيره، لو ان شاء الله باذن الله الموضوع ده يستكمل بالطريقه اللي احنا فيه دي، انا عايز بس واحد كده يرجع يعني فلاش باك كده ويدرس تاريخ الثورات، يعرف ان اللي حصل في مصر مقارنة بالثورات اللي حصلت في كل والنتائج اللي اتحققت، رغم ما قيل عن طول الفترة الانتقالية ومش عارف ايه وايه، يجد ان شاء الله هتبقى يعني الثورة في مصر يعني قياسية، عبقرية عبقرية، حتى بالنتائج اللي وصلت ليها وباختيار رئيس يمثل الشعب بإرادة حرة بأداء. أنا 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 يوم إعلان النتيجة بكيت، إن أنا يعني من فرح من سعادتي إن أنا عشت في جمهورية مصر العربية وهو بيعلن فيها نتائج رئيس الجمهورية، ولا أحد في جمهورية مصر العربية يعلم مين الرئيس لغاية لما رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنهى الحوار. احنا في مصر حد يقول لك ايه ما كنتش عارفها من كنترول، والله ما كنت يعني من عارف الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه ان نتيجه الانتخابات الرئاسيه في مصر 51 و
و48 يعني ارقام بنتكلم على فرق 800,000 صوت، ده ايه الجمال ده؟ وبعدين حتى الواحد يستغرب ويقول لك لسه لم يتحقق. اذا لم يتحقق من اهداف الثوره غير ان بقى عندنا شعب واعي بحقوقه وبدايه لممارسه ديمقراطيه ان شاء الله تتعمق بالممارسه يوم بعد يوم، ده انجاز يجب ان نفخر بيه ونسعد بيه. الناس ما ادتناش فرصه نفرح بيه، تشكيك وخدتنا في سكك افسدت علينا فرحه وعرس العالم كله يعني شافه احسن ما احنا شفناه. اجابه سريعه، نفسك تتقاعد؟ انا كل احلامي كشخص على المستوى الشخصي ان المرحله دي تعدي على خير ويؤسس لمشروع النهضه لمصر صح، ونكون يكفيني فخرا ان انا ابقى شاركت في هذه المرحله على المستوى الشخصي. واعتقد ان هذا الموضوع ينعكس على يعني من 21 في المجلس الاعلى. طبعا هو صعب السؤال اللي هساله لك، كم واحد تحب عايز يعني حينما تنتهي عمليه التسليم والتسلم كامله؟ لا كتير. كتير. انا بس عايز يعني محدش طمح في حياه سياسيه او مستقبل سياسي؟ لا ما اعتقدش. انا اعتقد ان يعني شعور المجلس الاعلى ان بالاداء يعني اللي اتعمل في خلال ال 17 شهر دول، ده يعني بيدينا فخر، وان احنا يعني ربنا يعني قسم لنا ان احنا نشهد هذه المرحله التاريخيه في عمر مصر ويكون لنا هذا الدور. واحنا زي ما قلت كده بنبتغي اساسا رضا المولى عز وجل. سؤال سريع، مين اللي هيختار من يخلفوكم؟ لا ده يعني سؤال يعني جوه المجلس الاعلى، مش عندكم نظام يعني؟ ده يعني سابق لاوانه دلوقتي، احنا لما نقرب شويه. عايز اضيف حاجه بس على كده، ان شاء الله المرحله دي تعدي وحضرتك يعني خدت بالك بس هرب من السؤال ازاي؟ لا 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 خدت بالك هرب من السؤال، اصل انا مش هعديها. لا دي مش هتعدي. طب انا عايزك تسجل عندك دي بس طيب. لاول مره في التاريخ ان هناك قوات مسلحه مش بتسلم السلطه، بتقود عمليه تحول ديمقراطي في دوله وعايزه تسلمها على بناء مؤسسي يعني. قول لي حصلت فين قبل كده يعني؟ ده سوري، اللي عمل انقلاب وسلم السلطه بنتكلم على 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 قياده مرحله انتقاليه برغبه في بناء مؤسسات ديمقراطيه تؤهل الدوله لبدايه مرحله ديمقراطيه، لم يحدث. انا شخصيا ما اعرفش يعني. الحاجه الثانيه معلش يعني، اتفضل. كم مره منذ قبل هذه الفتره طلع الشعب المصري عشان يختار رئيسه بحرية زي ما هو عايز؟ ولا مرة. أليس هذا يعني 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 مصدر فخر لينا كلنا أن 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 هذا الموضوع يتم تحت إشراف هذه المؤسسة العسكرية؟ اللي أنا من وجهة نظري أن 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 يجب أنه أنا أعتقد إن شاء الله بإذن الله أن التاريخ سوف ينصف هؤلاء الناس اللي هم أداروا الموضوع، حتى وإن كان من وجهة نظر البعض أنه يعني الجزئية دي. طيب تسمحوا لي بس عشان استراحة إعلانية، والله ده مش في إيدي. بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار، وأن نقوم أيضا بقراءة للمشهد السياسي في علاقة الرئيس بالمجلس الأعلى بمستقبل البلاد، وهل ما يحدث ممكن أن يكون فرصة تاريخية لإعادة كتابة تاريخ مصر. تابعونا بعد الاستراحة. مرة أخرى نعود ونلتقي من الأخبار التي جاءتنا الآن على الوكالات، أن أجرى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الأربعاء اتصالا هاتفيا بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال أن بانيتا أشاد بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في دعم ضمان إجراء انتخابات رئاسية آمنة وحرة ونزيهة في مصر. ده موقف مختلف عن اللي كنت أنا بقرأ لحضرتك عشان بس للأمانة من أسبوعين. فالقلق للمتحدث باسم البنتاغون اليوم مش قلق.
هو بس ما كانش يعني كان عندهم يمكن قراءة مش دقيقة بسبب تأخير الانتخابات، تأخير إعلان نتائج الانتخابات. وأنا في واحد مسؤول أمريكي كلمني في تلفون وأنا ذكرته بالانتخابات الأمريكية سنة 2000 وما حدث فيها في ولاية فلوريدا، والانتخابات تأخرت وحصل عد ثاني للأصوات وتأخرت أيام يعني. فهذا كلام لصالح العملية الانتخابية ولصالح نزاهتها إن اللجنة كانت بتتحرى في موضوع الطعون عشان تصدر حكمها كهيئة قضائية. في نقطة، ما دام بنتكلم على الأمريكان يا فندم، في نقطة مهمة انه الرئيس اوباما اتصل بالسيد الدكتور مرسي وهنأه، لكنه ايضا قام بشيء جيد وهو الاتصال بالفريق شفيق وهنأه وطلب منه ان يستمر في الحياة السياسية المصرية. المجلس الاعلى للقوات المسلحة استقبل الدكتور مرسي لكن لم يفعل الشيء نفس الشيء مع الفريق شفيق اللي هو طرف تاني في الانتخابات. السؤال، الرئيس الامريكي يرى أن ضرورة الوقوف أو تهنئة الخاسر بينما المجلس الأعلى لم يفعل ذلك؟ والله هو كان موقف جيد جدا من الرئيس أوباما طبعا. وأنا هنا برضو بحيي سيادة الفريق أحمد شفيق على موقفه بعد إعلان النتيجة، وأن هو يعني صرح وعمل بيان كان طيب جدا وكان له وقع طيب جدا على الشعب المصري، اعترف بالنتيجة بروح رياضية وبشجاعة، وكان موقفه مقدر من الشعب ومن المجلس. يمكن انتوا عشان عندكم حساسية لانه عسكري سابق فلا يبدو انه في اي نوع من المجلس. يعني انما ده اللي حصل، انما هو فعلا موقفه كان مقدر تماما ويعني كان موقف طيب جدا انه اعترف بالنتيجة. قل لي كيف ترى المشهد السياسي؟ نحن في هذا الجزء الأخير من الحوار، الآن نحن على أعتاب ساعات من رئيس أو الرئيس منتخب يقوم بحلف اليمين الدستورية ويصبح رئيسا للبلاد. أنا عايز يعني بشكر حضرتك على السؤال ده لأنه بيديني فرصة أن أنا أوصف المشهد السياسي من واقع أن احنا كعسكريين لا نعمل في السياسة وليس لنا انتماء، ولا احنا ليبراليين ولا احنا اسلاميين، نحن مصريون معنيين يعني ملناش اي انتماء سياسي. انما في خلال الممارسة بتاعت ال 17 شهر اللي فاتوا وقرينا المشهد كويس، واقدر اقول لحضرتك ان المشهد السياسي في مصر لثورة 25 يناير كان في غياب للاسلاميين نتيجة ظروف يعني كلنا عارفينها. إنما لما حصلت ثورة 25 يناير وبنقول إن الشعب يعني استرد يعني حقوقه بالكامل، فكان يعني من غير المنطقي أن تحرم أي فئة طالما هي ملتزمة بالقانون والدستور. وبالتالي الفئة الإسلاميين عموما، ولما أقول إسلاميين بيشمل بقى الإخوان المسلمين والسلفيين وكل العناصر التي توصف بالإسلاميين، دخلوا المعترك السياسي وكان في تقدير الجماعة الأخرى الموجودة هي الليبراليين برضو بمختلف انتماءاتهم ويعني وألوانهم، في الاشتراكيين وفي الوطنيين وفي النصريين يعني. فكان هناك من جانب الجماعة الليبرالية يعني نوع من التخوف من حجم الإسلاميين، وطلبوا مننا زي ما اللي هو محمود قال كده، احنا كنا ناويين من الأول ان الانتخابات البرلمانية تكون في يونيو، طلبوا ان تؤجل حتى يأخذوا فرصة للاستعداد يعني عشان ما نديش يعني عشان يبقى مشاركتهم احسن. وفعلا اجلنا لسبتمبر وطلبوا تاني واجلنا لنوفمبر، ما كانش ممكن ناجل اكتر من كده. انما كانت النتيجه طبعا احنا عارفين ان الحريه والعداله خدوا تقريبا 43% في مجلس الشعب، والاسلاميين يعني كان في حدود ال 75%، يعني كانت مفاجاه من الجميع
للنتيجة اللي حققها المجموعة الإسلاميين. يعني بعد كده انتم ما كانش عندكم انطباعات تجاه النتيجة؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجة، بعد الثورة ثورة كبيرة زي دي وهزت مفاهيم كتير، كان من الصعب جدا ان انت تجري استطلاع رأي او تعرف مسبقا الحجم ايه اللي هتفرزه الانتخابات. حقيقي ما كانش في اي جهة في مصر سواء المجلس الاعلى او اي جهة تدعي ان لديها قراءة دقيقة لما ستسفر عنه الانتخابات. كانت مفاجأة للجميع. المهم ان من هذا اليوم اصبح الاسلاميين رقم في المعادلة السياسية. دخلوا الانتخابات الرئاسية وفاز مرشح الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية بمنتهى الحرية، ويعني انتخابات حرة وشفافة زي ما اتكلمنا كتير في هذا الموضوع. انا شايف بقى يعني نخرج من هذا التحليل بايه؟ ان احنا امام مجموعتين، مجموعة اسلامية ومجموعة ليبرالية، حصل يعني زي ما نقول استقطاب شديد نتيجة الانتخابات الرئاسية. احنا بنشوف وبنتابع الانتخابات الرئاسية في دول كثيرة ومتقدمة زي امريكا واوروبا، وبنلاقي ان الانقسام ده بيحصل في اثناء الانتخابات، انما بيحصل بعد كده بقى نوع من عودة اللحمة او التوافق تاني بين كل القوى السياسية بعد ما حصل في سموها المصارحة والمصالحة. والمصالحة عشان المركب تمشي، لان الرئيس الجديد سواء في مصر او في اي دوله ما بيسيرش اموره، وبيدير البلد باللي انتخبوه بس، ده بكل خاصه ان الفرق ما بين انصاره وما بين معارضينه بسيط، يعني 2% تقريبا بالظبط كده. ف يعني انا بشوف يعني كرجل مصري انا يعني حريص على يعني البلد دي عشان اولادي واحفادي على الاقل، يعني ويعني مش لكوني عضو في المجلس الاعلى، انما اتمنى البلد دي الخير، ولن يأتي تقدم لهذا البلد إلا لما القوى السياسية كلها تبقى على مستوى الحدث بعد الثورة وتحس بمسؤوليتها وتتعلم كيف تتوافق مع بعضها. على القوى الليبرالية إيه؟ إنها تقوي نفسها وتشتغل على الأرض في انتخابات جاية، في انتخابات جاية، انتخابات برلمانية جاية قريبا، وفي انتخابات رئاسية إن شاء الله بعد 4 سنين. لازم يشتغلوا، لازم يقووا نفسهم في القواعد بتاعتهم الشعبية. وأيضا على القوى الإسلامية وهم دلوقتي في موقع الرئاسة إن هم يعرفوا يطمنوا الناس، يطمنوا الأقباط، يطمنوا الفنانين المثقفين الليبراليين. وأنا شايف إن خطوات السيد الرئيس في خلال الثلاث أيام اللي فاتوا ماشية في نفس الاتجاه، يعني في اجتماعين تموا مع رموز الكنيسة، في يعني اجتماعات في إنما مطلوب إن القوى الإسلامية وعلى رأسها السيد الرئيس المنتخب إنها تقرب كل القوى من معاها وتطمنهم، وكمان على الشعب المصري اللي هو زي ما اللي هو محمود قال كده إن أثبت إن هو ذكي ولماح وقاري المشهد كويس، ان هو يعرف ان ليه دور ان 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 هو يبقى مترقب ولا يسمح ابدا لاي قوة سياسية ان هي تاخد البلد خارج السياق. ولازم كل واحد يعرف ان هناك شعب، ان يعني اصبح في مصر شعب وله كلمة، والنتيجة زي ما اللي هو محمود قال كده وزي ما حضرتك قلت اللي هي ايه 51.7 و48.3 دي بتدل على ان هناك قوة سياسية فيها نوع من التوازن. فيعني مفيش حد هينفرد بالساحة، محد يعني انا عايز برضو من خلال هذا المنبر من رؤيتي انا الخاصة ان محدش هينفرد بالساحة في مصر، ما يقدرش حتى لو أراد. بالضبط كده، لأن هناك شعب. وأيضا يعني عايز أختم كلامي بقى بأن كمان القوات المسلحة بعد عودتها إلى معسكراتها وبدون دور سياسي في الحياة السياسية، إنما ستظل هي الحارس الأمين
لهذا الشعب ولمستقبله ولمصالحه. يعني إيه الحارس الأمين؟ الحارس الأمين اللي هو اليقظ اللي مش هيخلي أبدا البلد يحصل لها أي مشكلة تاني. حضرتك افهمها بقى زي ما تفهم. أنا هسيبها للسادة المشاهدين يفهموا الحارس الأمين. تفضل سيدي. يعني والله أنا لو برضو يعني اسمح لي أن أنا يعني بستكمل السلوك المتحضر للمنافس في أنه هو يعني أتقبل النتيجة، وبالعكس يعني أعلن أنه هو بيؤيد يعني كلمة الفريق شفيق رئيس المنتخب، وبدعوا أنصاره واللي كانوا موجودين وهم كتر أن هي فعلا أن هم يسلكوا نفس السلوك المتحضر على أساس أنه هو إن شاء الله يعني نتقدم كلنا للأمام. يعني السلوك المتحضر ان احنا نقبل الاخر ونعلي سياده القانون، ولانه العالم كله بيبص مصر قامت بثوره عظيمه وتستكمل المسيره بسلوك راقي، وادوات الاعتراض مشروعه بس تكون في اطار ما يسمح به القانون والدستور. فهمك للحارس الامين يعني ايه يا فندم؟ يعني الحارس القوات المسلحه هي الحارس. انا فهمي الأمين. ان القوات المسلحه مهمتها مهمة القوات المسلحة ان هي بتدافع عن هذا البلد ضد التهديد الخارجي. بلد يعني ايه؟ يعني ارض ومياه وسماء وجو، وكل ما يهدد امن هذا البلد ده يعني القوات المسلحة. اما احنا بنقول دلوقتي ان من حق رئيس الجمهورية انه في حالة الضرورة وفي حالة الطوارئ انه يستدعي القوات المسلحة علشان تنزل علشان تشارك في تأمين. ده حارس أمين. ال 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 الكلام ده يعني هيستمر. التأمين المحافظة على الأمن القومي المصري له 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 شقين، في تهديد خارجي بتقوم به القوات المسلحة، وقد يكون تهديد داخلي للقوات المسلحة، بدليل ان احنا في الاعلان الدستوري المكمل قلنا للرئيس الجمهورية الحق. تسمح لي في خبر بس له علاقة بالحديث بتقوله، فعايز استوضحه منكم وانتوا الاثنين موجودين معي على الهواء دلوقتي. ده جريدة الجمهورية العدد الاسبوعي، قالوا ان المجلس الاعلى انه اكد مصدر مسؤول للجمهورية انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه طبقا للاعلان الدستوري المكمل من حقه اعلان فراغ منصب الرئيس الاحد القادم في حال تخلف الدكتور مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهوريه عن اداء اليمين الدستوريه امام الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا ما لم يتم التوافق على صيغه قانونيه تنص على غير ذلك. انا ده خبر بس يعني بقراه على عهده الجريده، منشور بكره في عدد الجمعه. يا ما اعتقدش. انا لا 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 ده تعتقد انه ده ممكن؟ انا لا اعلم اي شيء عن هذا، واعتقد انه يعني هي دي نقطه بصراحه احنا المفروض يعني يتخذ يعني فعلا المفروض المعنيين بهذا يتحروا الدقه، لانه يعني الكلمه دلوقتي لها وزن في الظروف اللي بتمر بها البلد، وانا اعتقد ان هذا كلام يعني غير وارد خالص في اي تفسيرات من الاعلان الدستوري المكمل. اطلاقا هذا غير وارد اطلاقا يعني، وانا يعني ما اعرفش مرجعيه. لكن حتى الان لم يردكم انه حلف اليمين هيكون فين؟ لا، هو السيد الرئيس اعلن انه بكره هيبقى في بيان، هيحدد بكره، وده موضوع يخص سيادته تماما ويخص مؤسسه الرئاسه بالتنسيق مع المحكمه الدستوريه. انا كنت عايز بس اشير الى نقط سريعه جدا عشان نقيس عليها ونبني ونحكم. يعني احنا على فترات طويله جدا المجلس الاعلى والقوات المسلحه اتهموا باتهامات كتيره جدا جدا. يعني لو حضرتك تسترجع بس فلاش باك بالذاكره كده هتلاقي ان احنا يعني اتقال ان احنا طمعانين في السلطه ومش هنسيبها، وثبت فشل هذا. يعني اتهمنا بالتباطؤ واحنا كنا نفسنا، وده الكلام ده بيأذينا لان الاتهامات عكس ما هو جوانا، وده ثبت ان هو عكسه. اتهمنا ان احد اعضاء المجلس هيترشح عشان مش عارف ايه، وكلام وصيغ برضه من وحي الخيال نسج حاجات كتيره جدا، وثبت فشل هذا الموضوع. اتهمنا ان احنا
هنقدم مرشح للرئاسة يخص القوات المسلحة، سواء الأول اتقال مثلا شخص اللي هو عمر سليمان، وثبت اللي هو المحكمة اللجنة لما قالت انه غير مستوفي طلع، ثم اتهمنا بالفريق احمد شفيق وان هيحصل، ثم ثبت ان الكلام ده مش مظبوط وان الموضوع يعني اتاخد فير وإرادة الشعب هي اللي نفذت. فكفايه يعني نتقي عشان البلد مش متحمله مثل هذا الخيال والنسك. معلش اديني فرصه دقيقه واحده يعني بس ثانيه. انا بعتبر ان من اهم انجازات هذه الثوره صحوه هذا الشعب يعني، وان هذا الشعب هو الرقيب على نتائج ثورته واللي هيحافظ عليها، وان هذا الشعب اليقظ هو الضمان الاكبر لتقدم هذا البلد وعدم انحراف الثوره عن مسارها. هذا الشعب طول ما هو صاحي كده لن يستطيع احد ان يسلبه حقه بعد ثوره يناير. ارجو ان حضرتك يعني دي دعوه مني انا من خلال برنامج حضرتك الى 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 كل الناس، ان احنا يعني كفايه نبذل وقت كبير قوي واحنا باصين للخلف، وقت قليل قوي واحنا ناظرين للامام. الاعراف كلها بتقول نبص للخلف بسرعه عشان ناخد منه درس نستفيد، انما نبص للامام اكتر كتير جدا. بلدنا محتاجه ان احنا نبص للامام. دعوه للنخبه للاستفاده من الماضي ونبص للامام. دعوه للجميع ان يلتف حول الرئيس المنتخب دلوقتي، لان في هموم كبيره جدا جدا منتظرانا جميعا، تحتاج كل فكرنا وكل مجهودنا وكل طاقتنا عشان نتقدم للامام. لو ما كناش نبص لمساحة التوافق ونجنب يعني عناصر الفرقة، هيبقى في عندنا كلنا يجب أن نلتف حول يعني القيادة المنتخبة عشان نبدأ عصر نهضة نؤسس ليه فترة والناس تكمل بعدين وبعدين وبعدين. يعني أنا أرجو أن يكون ده يعني كلنا نتكاتف عشان نتقدم. وإذا كنا هنختم ودي آخر حاجة، أنا دايما أستعير بيت شعر من الرائد يعني حافظ إبراهيم. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي، فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا جانبيه الآراء المتطرفة بعزمة المستعدين. أرجو إن احنا يعني 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 نتقدم للأمام ونشوف بلدنا وهي محتاجانا، ونكون عند حسن ظن شعبنا بينا إن شاء الله بإذن الله. سيادة اللواء محمود حجازي، سيادة اللواء محمد العصار، شكرا لكم على وقتكم وعلمكم وعلى صبركم على أسئلتنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في أوضاع تكون فيها مصر في وضع أكثر هدوءا أكثر استقرارا. تصبحوا على خير وليحفظ الله مصر من كل سوء.